أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة إنسانيون. مع الأسف أقول من إنسانيون لأنه لسه ما عندي الاشتراك، وطبعا حصل الاشتراك مع صديقتي روبي، مشكورة أعطتني مجال أنه أبث من ستريم يارد اللي تابع لها. مستقبلا راح اللي ما مشترك بالستريم يارد يقدر بس من قناة واحدة بس، يعني فمن الحلقة القادمة حتكون الحلقات من إذا حلقات عامة وليست خاصة بي حتكون من إجهر وإنسانية، فأكيد راح أنقل الحلقة بعد ذلك لقناة إجهر بعد ما نخلص اليوم. طبعا سلام لجميع اللي موجودين معنا بالشات، الكشاف، صالح، نورا، دينو، ليليث، داليا، بعد مش عارف مين دخل، سمير، جميع منورين طبعا حبايبي. طبعا اليوم حلقة عن معاوية بن أبي سفيان، يعني استكمالا لحلقات صحابة حول الرسول. عملنا عن عبد الله بن سلول، عثمان بن عفان، سبق وتكلمنا عن أيضا عثمان بن عفان قلنا، وحتى معاوية عملنا عليه حلقة لكن ليست حلقة خاصة، فقط معركته مع علي بن أبي طالب ومشكلته مع الحسن يعني. فاليوم راح ناخذ طبعا الدكتورة راح تكون مشرفتنا بعد قليل، راح نتكلم بالتفصيل عن حياته او اهم النقاط اللي بحياته. طبعا فقط بالبداية اعطي نبذة عنه، بعد ذلك نقدم الدكتورة اللي مشرفتنا اليوم. طبعا هو اسمه أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان القرشي، من أصحاب الرسول وأحد كتاب الوحي، سادس الخلفاء في الإسلام، مؤسس الدولة الأموية في الشام وأول خلفاء. ولد بمكة وتعلم الكتابة والحساب وأسلم قبل فتح مكة، واستخلف وقت أبو بكر ولا قيادة الجيش تحت أمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، وكان على مقدمتي في فتح مدينة صيدا وعرقة وجبيل وبيروت. ولما استخلف عمر بن الخطاب خلاه والي على الأردن، بعدين أعطى الولاية في دمشق بعد موت أميرها يزيد أخي يعني أخو معاوية. ثم ولا عثمان الديار الشامية كلها وجعل ولاة مصر التابعين له، وبعد حادثة مقتل عثمان أصبح الابن بطريق خليفة، فنشب خلافات بينه وبين معاوية معروفة للكل، وأصبحت فيها مجازر وقتلى من طرفين. يعني الاختلاف كان شنو التصرف الصحيح في مقتل عثمان. علي كان متلكئ وكان كأنه مبسوط بوفاة عثمان، و حصلت خلافات بين إلى أن اغتال يعني ابن ملجم قتل للعلي، تولى الحسن الخلافة ثم تنازل المعاوية، ومعاوية ما ترك بعدين سمى وقتل للحسن كما ذكرنا في الحلقة السابقة. وطبعا ميلاده 608 يعني ميلادية و15 قبل الهجرة، ولد في مكة الوفاة سنة 680 تقريبا، عمره كان 78 سنة لما توفى، 60 هجرية توفى في دمشق ودفن في دمشق أيضا. يعني الكونية كان يطلق عليه أبو عبد الرحمن، وطبعا زوجاته ميسون فاخته، ميسونة بنت بحدل، فاخدة بنت قري قرضة، كنود بنت قرضة، نائلة بنت عمارة. عنده أولاده طبعا يزيد، عبد الرحمن، عبد الله، هند،
صفية رملة عاتكة أو عائشة. طبعا أبوه معروف أبو سفيان بن حرب، الأم هي هند بنت عتبة اللي أكلت كبد حمزة أو لاكته ورمته. طبعا إخوانه وأخواته يزيد، عتبة، عمر، عمرو، محمد، عنبسة، جويرية، رملة الكبرى، رملة الصغرى، أم الحكم، هند، ميمونة. هو طبعا من بنو أمية. خلينا ما نطول عليكم، المهم والزبد طبعا عند دكتورة مايسة، هذه قشور أنا أتكلم فيها. خلينا بالبداية نرحب بالدكتورة مايسة. أهلا وسهلا بيش، نورتينا. عندك ميوت. أهلا بحضرتك أستاذنا الفاضل، مساء الخير. مساء الخير على أحبائي جميعا، كل المشاهدين وكل المستمعين وكل اللي بيحضروا معانا دايما وحريصين علينا، وحتى اللي بيسمعونا بعد كده. أهلا بيكم كتير كتير جدا. طبعا احنا بنتكلم النهاردة عن شخصية مثيرة جدا جدا للجدل، شخصية محيرة وإن كانت تبدو واضحة، ولكن تضليل الكثيرين وخاصة من علماء المسلمين على آراء علماء آخرين أيضا من علماء المسلمين، فيه كثير من الجدل، فيه كثير من المشاغبة، فيه كثير من الخلاف. هي شخصية مثيرة للجدل ومثيرة للخلاف بين علماء المسلمين أنفسهم بعضهم وبعض، بين أكابر علماء المسلمين، بين أكابر كتاب السيرة والمفسرين. وليس ما سنقوله الآن وإن كان يعتبر صدمة كبيرة بالنسبة للأغلبية العظمى من الجمهور، مسلمين وغير مسلمين، دارسين وغير دارسين، وهذا من التعتيمات التي تحدث ممن يتولون أو يأخذون جانب الزيف دوما، التضليل دوما، في رفعة شأن كثير من الصحابة وليس جميعهم، في التضليل بالنسبة لسير كثير من الصحابة وليس جميعهم. فالصحابة أناس فيهم الصالح والطالح، فيهم المؤمن جدا والمدافع والفدائي والمخلص، وفيهم المنافق كما جاء في القرآن نفسه، وفي من أهل المدينة مرضوا على النفاق، فيهم منافقون وفيهم كذابون وفيهم حلافون بالكذب وفيهم خوانون. فالصحابة أناس عاديون جدا، ولكن العيب في من أراد أن يضل الأمم ويضل الأجيال لعقود عقود طويلة بسرد زيف عن الجميع، من يستحق ومن لا يستحق يسردون الزيف. طبعا الأستاذ الفاضل أبو الحكم قال مقدمة طبيعية وظريفة ومكتوبة في كثير من الكتب والسندات عن معاوية ابن أبي سفيان، ولكن نأخذ منه ومما قاله ما نبدأ به يعني مجالات الخلاف، بل مجالات كره شديد ولعن شديد من أئمة علماء المسلمين لمعاوية نفسه. هنيجي نقول إن هو فعلا كما قال أستاذنا الفاضل، هو معاوية ابن أبي سفيان، هو أبو عبد الرحمن، يقال بأبو عبد الرحمن، هو أخو السيدة أم حبيبة، أم المؤمنين، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، يعني هو صهر الرسول. وهناك من العلماء ومن التابعين من كانوا يطلقون عليه خال المؤمنين بصفته أخو أم حبيبة اللي هي المؤمنين، فهو خال المؤمنين. وهذه فئة قليلة وفئة من الفئات التي يعتبرها علماء آخرون أجلاء في المسلمين وفي الشرح والتفسير، يعتبروه منافقون ويعتبروهم كذبة لهذه الصفة التي يطلقونها على معاوية، وأي احترام أو أي تجيه يطلق على معاوية.
أستاذنا الفاضل ذكر معلومة أنه أسلم قبل الفتح، لا هذه المعلومة عفوا ليست مجال شك، مجال يقين، هو لم يسلم قبل الفتح ولا حتى بعام واحد، هو أسلم مع أبيه وأمه يوم فتح مكة، هم يطلقون عليهم الجميع والأغلبية الساحقة يطلقون عليهم طلقاء، فهو من الطلقاء، هم الأسرة جميعهم، أبو سفيان وهند بنت عتبة ومعاوية من الطلقاء، أي أن معاوية ابن أبي سفيان كان هو وأبيه وأمه من الطلقاء. وسنذكر طالما توقفنا عند هذه النقطة حتى يكون الحديث في استرسال طبيعي، سنذكر ما يثبت بالأدلة أن معاوية من الطلقاء، ناهيك طبعا عن أبيه وأمه فالكل لا جدال فيها أن هند وأبو سفيان من الطلقاء، ولكن معاوية أيضا من الطلقاء. وسنذكر ما يثبت ذلك مثلا كموقفه في غزوة حنين، غزوة حنين التي وقع في 16 من شوال، وكان سنة 8 هجرية، أي بعد الفتح بفترة يعني شهور مثلا أو فترة بسيطة جدا. وكان هذه الغزوة بين قبيلتين أو ثلاثة من الكبار الذين كانوا معاندين لحجمهم وكبرهم ومكانتهم بين العرب كهوازن وثقيف للرسول ولمن معه من الصحابة أو من المسلمين أو المؤمنين. وكان وقتها الرسول قد فتح مكة وعمل تحالفا مع من أسلم من مكة اللي هم اتقوا الشر وخافوا اللي احنا بنقول عليهم الطلقاء، ومن أصر أو لم يقتنع بالإسلام بعد وثبت على رأيه فتركه الرسول. وهنا يعني نعرج للمحة بسيطة أن الرسول ترك بعد فتح مكة من المشركين من لم يسلم ولم يؤمن بالرسالة ولم يقتنع برأيه أو يدخل في الإسلام، ولم يقتله ساعتها، ولم يعني إيه ينبهه أو يذله، بل أقام تحالفا معهم، ومنهم صفوان. وكان صفوان يحارب مع المسلمين في غزوة حنين وهو ليس مسلم، لم يكن صفوان أسلم إلى وقتها هذا، ومع ذلك كان يحارب مع المسلمين، وهذا كما كان يفعل العرب أنه في حلف معهم. كان العرب وكان المسلمون يتصرفون كتصرف القبائل العربية، أنهم يتحالفون مع قبائل حتى وإن لم تقتنع بالإسلام أو ليست على دينهم البتة، ولكنهم في حلف مع بعضهم، فيحاربون هؤلاء يحاربون مع هؤلاء، وهؤلاء يحاربون أعداء هؤلاء بالاتفاقية أو بالحلف، اللي هو زي ما بيحصل في السياسة دلوقتي، حلف الناتو، لا مش عارفة إحنا بنتفقين مع روسيا، لقيت في دول تانية بتحالف مع أمريكا وهكذا. فكان في مشركين لم يؤمنوا ولم يقروا بالإسلام وكانوا يحاربون في حنين مع الرسول، وكان في من الطلقاء الذين قالوا أسلمنا ولم يعرف إيمانهم حقا ولم يعرف وجهتهم حقا، وكان منهم، وجميع العلماء يجمعون على أن معاوية كان منهم، معاوية وأبو سفيان وهند. لذلك في غزوة حنين وبعد الاضطرابات التي حدثت وبعد فرار الذين فروا، كان معاوية من الذين فروا من عند رسول الله، كان من الذين فروا وبعدوا عنه. وهناك مقولة سوف نذكرها في من، وهذه المقولات مكتوبة من عند ابن الأثير في أسد الغابة، ابن تيمية نفسه يعني بمكانته عند المسلمين وعلمائهم وخاصة علماء السنة، ابن العسقلاني، كلهم قالوا أن معاوية كان من المؤلفة قلوبهم ومن الذين أعطاهم النبي إبل كثير وأموال في يوم حنين، هو وأبوه، أي بعد ما انتهت الردة وبعد ما فر الذي فر ورجع وانتصر المسلمون وألف الرسول بين أناس معينين، لأن الرسول بعد نصر حنين لم يعطي للمهاجرين ولا أي أموال،
ولا أي غنائم ولا أي شيء، وإنما استأثر بالغنائم والأموال ليعطيها لمن يريد تأليفهم أو من هم المؤلفة قلوبهم، وكان منهم معاوية وأبيه. إذن بكل الدليل والإثبات العلمي والوقائع والتاريخي والحدث الصحيح أن معاوية كان مثل أبي سفيان أبيه من المؤلفة قلوبهم حتى يوم حنين. والإثبات أيضا أن معاوية وأبوه كانوا من الذين فروا عن الرسول يوم حنين بعدما كان في أوائل الأمر، كان انتصر المؤمنون وتباهم بكثرتهم في يوم حنين، كانوا جيش كبير منهم الأعداد المهاجرين والأنصار، ومنهم الطلقاء، ومنهم من جاء بعد ذلك حتى من المشركين. فتباهى المسلمون بأنفسهم وقالوا لن نهزم اليوم عن قلة، يعني احنا جيشنا كبير، أعدادنا كتير، معنا قوة سواء من هنا أو من هنا، فمش معقول العدد ده كله والقوة دي كلها تتهزم، لن نهزم اليوم عن قلة، يعني على الأقل أعدادنا كبيرة وإمكانياتنا كبيرة. ولذلك حدث الاضطراب، حدث بعد الغرور هذا حدث الخلل، وانتصر هوازن وثقيف وبني بكر القبائل الأخرى التي كانت في الحلف ضدهم، وحصل ارتباك شديد، ولم يثبت حول الرسول إلا كما نزلت الآية في القرآن المؤمنون الحقيقيون هم القلة. وكان الرسول يقف وينادي بأعلى صوته أين أصحاب البقرة، سورة البقرة، أين أصحاب بيعة الرضوان، أين المهاجرين، ولم يثبت حوله إلا القليل، قليل جدا منهم، وكان طبعا منهم ومن أوائلهم علي بن أبي طالب وأبو طلحة وأم سليم، السيدة أم سليم اللي هي أم طلحة، ولها المقولة المثبتة في هذه الكتب اللي هو روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال أبو طلحة للرسول أرأيت ماذا تقول هذه أم طلحة، اللي هي السيدة أم سليم زوجته، زوجة أبي طلحة. فنظر الرسول فقالت له انظر يا رسول الله كيف فر عنك الطلقاء وانهزموا عنك، وكانت تشير على معاوية وأبي سفيان. فرد عليها الرسول وقال أغنانا الله عنهم بالمؤمنون وأصحاب الإيمان. في هذه وهذه مثبتة في ابن أسير وابن حجر العسقلاني وهكذا. إذن هذا إثبات كبير على أن معاوية من الطلقاء، معاوية من الذين تألفهم الرسول أياما أو أوقاتا كثيرة بالأموال والإبل، لأنه من الطلقاء ليثبت إيمانه أو ليكتذبه إلى الإيمان، وهذا ما كان يفعله الرسول مع الطلقاء. في الأصل أصلا كانت كلمة طلقاء عار، وكانوا يطلقونها عندما يطلقها الصحابة أو المؤمنون على أي أحد يعيرونه بها فهي من العار، دليل على أنه لم يسلم ولم يدخل الإيمان بقلبه وبإرادته، وإنما طمعا في الغنائم وطمعا في الأموال، فكانوا يقولون هؤلاء من الطلقاء، كانوا كذلك يقولون على معاوية وعلى أمه وأبيه من الطلقاء. تفضل حضرتك. طيب شكرا. المشكلة أنه دائما الأخبار تكون متناقضة، يعني هذا المعلومة اللي أنا ذكرتها مذكورة في كتاب تاريخ دمشق أبو قاسم علي بن حسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، طبعة دار الفكر جزء 59 صفحة 67. المهم اللي متأكدين من عنده 100% أنه بعد فتح مكة آمن أبو سفيان، هذا الشيء معروف للكل. مش عارف، لأنه قلت لك الأخبار متناقضة. طبعا أول كلمة جاتني أنه أنا الشيعي، يعني ناسين أنه أنا عامل حلقات عن الشيعة وخرافات الشيعة، ورأسا عملوني شيعي وأنا من خلفية سنية. المهم ما أعرف ليش دائما التهم جاهزة، يعني لا يهمنا، إحنا راح نسوي حلقات عن رايحكم، راح نسوي حلقات عن جرائم علي، الحسن، الحسين، كلها نطلعها، وحتى تعرفون انه احنا ما عندنا لا سني ولا شيعي، كله عند الله واحد، كله عند الإلحاد واحد.
سيد الفاضل، نحن لا يعنينا هذه الاتهامات ولا أصحابها صغير العقول. إذا تكلمت عن أحد مما ترجحه الشيعة فيقولون أنك شيعي، إذا تكلمت عن أحد مما ترجحه السنة يقولون أنك سني. هؤلاء عايشين في غيبوب، هؤلاء لا يريدون أن يعرفوا الواقع، لا يريدون أن يقارنوا، لا يريدون أن يعرفوا الحقيقة. لذلك أنا سأتكلم وسأقول المصادر. أصلا من يقول حتى في أواخر الأيام هؤلاء العلماء كثيرون منهم الكوبيسي، هل الدكتور أحمد الكوبيسي كان شيعيا؟ عدنان إبراهيم، هل عدنان إبراهيم أيضا شيعيا؟ من يتقول بما لا يعجبهم، أو بمعنى أصح بما يفسد يعني خيالاتهم، بما يفسد أوهامهم الذين يريدون أن يسيطروا عليها، على الناس وعلى عقولهم بأكاذيبهم الضالة؟ لا بد له من توجيه اتهام، وهذا ليس اتهام في نظرنا. ريحوا نفسكم خالص، الشيء مسلم والسني مسلم، تعبكم مع نفسكم. احنا مش بت... انا شخصيا مش بتاعت التهمات دي، وانما كلامنا موثق، كلامنا فيه قول بل عندي ساذكر قول شيزوفرينيا، الامام انا عندي احمد بن شيزوفرينيا. حنبل فيه. لا انا اي عندي بقى، معلش شيزوفرينيا بقى. عشان بقدم حلقات خرافات عن الشيعة، بعد كده اجي اهاجمهم. يعني تيجي زي دي، او اكثر بالسنة حتى امدح في الشيعة. انا مش فاهم انتوا كيف تفكروا، يعني لا التهمة تكون معقولة. على كل حال مش مهم عندي، ما انا راح بقول لك هؤلاء لا يريدون، لا يريدون تفكير، هؤلاء يريدون فرض هواهم، فرض ما يتبعونه. لذلك سنرى من هو الذي وضع هذه التواريخ، في اي عهد دونت هذه السير، في اي طريق، باي طريقه دونت. لنعرف المناخ العام الذي كان يسيطر على هؤلاء الكتاب وهذه السير، وكيف كتبت، وكيف دونت. ومن النعمة علينا أنه كان هناك تعارضات وكتابات وإثباتات. ومن له عقل فليعمل عقله، ومن ليس له عقل يبقى يقول لك شيعي، يقول لك سني، مع نفسكم خالص. إباضي، أشعري، إسماعيلي، كتير كتير. هو الرسول نفسه قال 73 شعبة، وانتوا يمكن يعني عايزين تزودوا براحتكم خالص. طيب النقطة الثانية اللي حضرتك قلتها برضو عشان بعلق على كلام حضرتك واحدة واحدة، انك قلت ان هو اخو يزيد ابن ابي سفيان، وهذا مبحث كبير اصلا. الشيعة والسنة يلعنون معاوية بسبب هذه الفعلة، لا خلاف، اجتمعوا اخيرا الشيعة والسنة على لعن معاوية والاساءة له بسبب هذه الفعلة. هذا يزيد اسمه يزيد ابن ابي، كان ابن أبي سفيان من الزنا، زنى أبو سفيان بسمية وهي امرأة متزوجة كانت تعمل كأصحاب الرايات الحمر، تعمل بالزنا عملا واضحا، زنى بها أبو سفيان وأنجب منها يزيد، وكان معروف أنه ابن أبو سفيان بالزنا، فكانوا يدعونه ويقولون يزيد ابن أبيه، لأنهم لا، لأن في الإسلام ماء الزنا هدر، والولد للفراش وللعاهرة الحجر. فبهذه القاعدة محرم، مجرم من ينسب ابن الزنا لأبيه، حتى وهو معروف أنه أبيه، وهو معروف أنه من صلبه، وهو معروف أنه من مائه وابنه، ولكن لا يقولون، لا يعطونه اللقب أو اسم الأب. فكانوا يطلقون عليه يزيد ابن أبيه، وأحيانا كانوا يقولون يزيد ابن سمية، وأحيانا كانوا يقولون ينسبونه لزوج سمية في وقتها. جاء معاوية لكي يعضد مكانته، مكانة معاوية، ويعضد جنود من حوله، فلحق يزيد باسم أبيه فعلا، باسم أبي سفيان، لأنه عارف، وأبو سفيان عارف، والجميع أصلا يعلمون أن يزيد هذا ابن أبو سفيان من سمية في الزنا، فألحق به الاسم وقال سماه يزيد، يزيد ابن أبي سفيان. وهذه في نظري من القلة القليلة التي تحمد لمعاوية، أيا كان هو غرضه في التصرف، أيا كان هو يفعل دهاء، هو لا يفعلها حقا، هو يفعلها ليعضد نفسه وفعلها، ولكن هذه من التصرفات التي تحمد لمعاوية بأنه تصرف الحق وألحق هذا الأخ
بأبو سفيان، لأنه فعلا أبو سفيان هو أبو يزيد، ولكن في هذه المسألة يجتمع الشيعة والسنة فجأة ويحبوا بعض كده ويبوسوا بعض ويبقوا متفقين على لعن وسب معاوية في هذه النقطة. حتى من يسب معاوية، حتى من يذكر مواقفه السيئة، حتى من يستجير منه، حتى آخرهم عدنان إبراهيم وهو يذكر كل مساوئ معاوية يقول أيضا على هذه أنها الفجر والمساوئ. لماذا؟ لأنها تتعارض مع قاعدة شرعية أقرها الفقهاء، وفيها حديث للرسول يقولون جميعا أنه صحيح: الولد للفراش وللعاهرة الحجر. فبالتالي رغم غضبه عن معاوية ورغم ذكره لحقيقة معاوية، ولكن أيضا في هذه النقطة يتفق مع من يلعنون سواء شيعة أو غيره، أو لا يفضلونه في أنه أخطأ بأنه نسب أخيه حق يزيد إلى أبو سفيان، لسبب بسيط أن أبو سفيان جاء بيزيد في الزمن، وهذا تصحيح أو معلومة يزيد ابن أبي سفيان. هذه هنيجي بقى نشوف. تفضل حضرتك. يعني هندخل على المحاور، لكن حبيت يعني هو الأسئلة الآن يعني ما نقدر ناخذ اسئله الا ان نخلص من المحاور، بعد ذلك اذا سمحت او سمح وقت الدكتوره مشاركات من الناس اللي حابين يدخلون على الحلقه. نبدا بالمحاور الحلقه، الصحابه حول الرسول معاويه بن ابي سفيان. محور الأول، كلمينا شوية من أبي سفيان، عن طفولته، نشأته، اللي تعرفيه عنه يعني. تمام، احنا كنا بنتكلم عليه. هو معاوية ابن أبي سفيان، ولد قبل الهجرة بأكثر من 15 عام، وكانت لولادته أو للحمل في هند بنت عتبة. إلى الآن في شبهات عن حملها به، بأنه يشك في نسبه إلى أبي سفيان، حيث أن هند بنت عتبة كانت لها بعض العلاقات أو بعض الوقائع ككثير من نساء الجاهلية في هذه الفترة، ومن ضمنها شاب اسمه عميرة، ومن ضمنها عبد أسود كان حسن المنظر عند أخو أبو سفيان. المهم أن هي في حملها بأبو سفيان وفي حملها بمعاوية، وكانت بعد فترة ومشاكل مع أبو سفيان، هذا الرجل البخيل صعب العشرة، المحب كثيرا كثيرا للزنا، ومعروف عنه ومشتهر عنه ممارسته للزنا دوما، فالبغاء تنسب للسيدات، وهو من الستة أو الخمسة الذين مارسوا الزنا مع النابغة السوداء، التي كان من خلال هذه الممارسة هؤلاء الخمسة أو الستة اشتركوا في البغاء أو الزنا بها، وأنجبت في هذا الزنا أو في هذا الوضع أنجبت عمرو بن العاص، الذي تنافس جميعا أبو سفيان وأبو لهب والوليد والعاص تنافس جميعا على نسب الولد إليهم عمرو هذا، ولكن هذه النابغة هي من رفض جميعهم، وخاصة أبو سفيان لبخله وعفانته في البخل والتصرفات، واختارت العاص بن وائل لأن العاص كان كريما ويغدق عليها ويصرف جيدا حتى وهي حامل، أو حتى في أوقات البغاء وممارسة الزنا كان ينفق عليها ولا يبخل عليها بشيء، فكافأته بأن نسبت الولد إليه وهو عمرو بن العاص، فسمي هذا ونسب إلى العاص بن وائل لهذا. ولكن عندما كبر هذا الصحابي الجليل أيضا، وكانت له صحبة جميلة بمعاوية، لأنه كان يشبه معاوية في دهائه وفي حيلته بل وفي الملامح، بل كانوا يقولون أنه يشبه أبو سفيان في الملامح أكثر من معاوية نفسه، لدرجة أن كثير من العلماء أشاروا أن معاوية وعمر بن العاص هم أخوة، ولكن عمر بن أبو سفيان في الزنا أو من الزنا بالنابغة السوداء.
عموما هم كانوا أصدقاء جدا، هم كانوا متشابهين جدا في الطباع. هو عمرو كان أشبه لأبي سفيان من معاوية نفسه، ولكن كان دهائهم ومكرهم واحتيالهم كانوا يشبهوا بعض كثيرا، لذلك هم اتحدوا مع بعض. وكان هناك مقولة وحديث للرسول كان يقول عنهم: إذا رأيتهما للمسلمين، يعني إذا رأيتهما مجتمعان ففرقا بينهم فإنهما لا يجتمعان على خير أبدا. وهذا فعلا ما حدث من اجتماع عمرو مع معاوية، فعلا لم يصدر منهم خير ولم يصدر منهم هدوء ولا راحة، واتفقوا وفعلوا أفاعيل وحروب ومؤامرات في الإسلام كثيرة. وفي النهاية أيضا يعني اختلفوا مع بعضهم، وغلب معاوية بدهائه الفائق غلب عمرو بن العاص بأن ولى وأخذ البيعة ليزيد ابنه، وهذا كان غير نية وغير توقعات عمرو بن العاص نهائي. فهؤلاء هذا، وتوفي معاوية في دمشق الذي اختارها هو مكانا للتمركز وعاصمة الخلافة الإسلامية ومكانا للحكم، حيث كان يعني يصر على مظهر الإمبراطور، أو يصر على مظهر الملك، ويصر على مظهر كسرى. وقد تنبأ، يعني يقال أن أحاديث عن الرسول تنبأت بهذا، بأنه سيأتي أحد يخلف سنته ويبتدع ويجعل لا شورى ولا خلافة ويجعل الأمر في الملك. والحديث يقول: أول من يغير ويبدل سنتي رجل من بني أمية، صححه الألباني. أول من يغير ويبدل سنتي رجل من بني أمية، وهذا حديث صححه الألباني، ويعني أنه في الحكم بدل من أن يجعل الحكم شورى وخلافة جعله ملك، وهذا ابتداع. ويصفه العلماء بأن معاوية هو المبتدع، وهو أول المبتدعين، وهو المخصوص بهذا الحديث، هو الرجل الذي من بني أمية، وهو الذي غير السنة وغير الخلافة وغير الشورى واتخذ ملكا عضوضا. كان هذا معاوية حقا. وكمان يعني لما هنيجي نشوف على مكانته وعلى حب المسلمين والعلماء ليه، زي الأستاذ كده اللي انتفض بسرعة وقال لك انت شيعي، هنيجي نشوف علماء السنة نفسهم بيقولوا عليه ايه. هو معاوية أصلا كان من كتاب الوحي، لأنه كان من الذين يجيدون القراءة والكتابة، من العدد القليل في مكة والعرب والمدينة الذين يجيدون القراءة والكتابة، فاستخدمه الرسول في كتابة الوحي، لذلك يقولون أنه كان من كتاب الوحي. وله وقعة مشهورة جدا عانى بسببها، كما يقولون أيضا هؤلاء وهؤلاء، إلى آخر عمره. فقد بعث له الرسول كي يكتب أو يملي عليه وحيا، فرفض معاوية وقال للرسول، قال: اذهب له، اذهب وقل للرسول، يعني اذهب وقل له انه يأكل. فانتظر الرسول بضعا من الوقت، ثم أرسل له ثانية فقال له نفس الرد: إنه يأكل. فانتظر أيضا فترة طويلة، ثم أرسل له لثالث مرة، فرد معاوية وقال له، يعني مرداش يذهب للرسول، وقال له إنه يأكل. فغضب الرسول ودعا عليه وقال: لا أشبع الله له بطنا أبدا. ويقنه فعلا لم أصيب بمرض التخمة، ولم يكن يشعر بالشبع أو الارتواء أبدا، وظل يعاني من هذا المرض حتى نهاية حكمه وعمره. وكان سمينا جدا في أواخر سنينه، لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يقف ويخطب ويقول خطبة الجمعة، بل كان يجلس أحيانا على المنبر إذا ظهر، وعجز بسبب هذا المرض وتوفي فيه. وهذه روايات لا يختلف عليها سنة ولا شيعة بسبب مرضه. كما يقول رجال وعلماء المسلمين بفئتهم، وآخرهم اللي احنا بنقول عليه عدنان إبراهيم، على فكرة عامل سلسلة كاملة، سلسلة كاملة عن معاوية وعن أعمال معاوية وعن مخازي معاوية. يعني بيقول باللفظ كده هو بيقول: لقد ترك لنا معاوية تركة سيئة جدا، بل ليست سيئة جدا، بل ترك تركة ملعونة امتدت من عصره إلى الآن.
هذا رأي العلماء في أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كما يريد المضللون وكما يريد الكاذبون وكما يريد من يوهمون ويقيدون العقول دوما أن يسيطروا بالكذب ويسيطروا بالأوهام ويسيطروا بخلاف الحقيقة ويمشون كده ويجعلون الناس كالقطيع وراءهم، ورضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي الله عنه وأرضاه وقدس الله سرهم. وهذه هي مقولة العلماء نفسهم والمحللين والمتحررين للأحداث، يقول لقد ترك ليس تركة سيئة بل تركة ملعونة امتدت من عصره إلى الآن. هنيجي بقى للكبير قوي على الله بقى يقولوا عليه شيعي ولا يقولوا عليه كذب. الإمام الجليل أحمد بن حنبل يقول عنه عندما كان يرد اسمه أو تأتي سيرته يقول عنه نحن لا نحبه ولا نسبه، يعني لأنه أحمد بن حنبل شيخ فاضل عالم جليل ومتحلل الإيمان والتقوى فلا يرحب بالسب والشتم. قال وأعرب عن معاوية أنه لا يحبه ولا يسبه، هو لا يحبه وما بيقبلوش، لكن من صفات الرجل أنه لا يسب ولا يشتم. هذا فقط، وهذا قول أحمد بن حنبل في معاوية ابن أبي سفيان. ربما أحمد أصبح شيعيا وأنا لا أدري، ولكن هذا قوله المثبت. والحديث الذي ذكرته أمامكم اللي هو أصلحه صححه الألباني، اللي هو أول من يغير ويبدل سنتي، حديث للرسول أول من يغير ويبدل سنتي رجل من بني أمية، وقصد بها زي ما قلنا الملك، إن هو شال حكاية الشورى وشال حكاية الخلافة وابتدع نظام الملك له وابنه وأسرته من بعده، بل هو رتب لذلك ترتيبا خبيثا دنيئا كاذبا، بأن بعد ما اتفق مع الحسن صبت الرسول حفيده قام بسمه، بأن اتفق مع زوجة الحسن ورشاها وأغراها وقال لها أن تسم الحسن وسيعطي لها 100,000 ذهبية ويزوجها ابنه يزيد، وفعلا هي قامت بذلك. دكتورة هو بعتها مخصوص حتى يقتل تقتله يعني. حتى يتزوجها الحسن وتقتل الحسن لعيب أيضا في الحسن، لأن الحسن كان مطلاقا وكان كثير الزواج بالنساء وكان يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا جدا، حتى أن أبوه نفسه علي بن أبي طالب وقف في يوم من الأيام على المنبر وقال صراحة الحسن ابني مطلاق فلا تزوجوه. فوقف رجل من بني همدان يقول بقى والعنترية بقى بتاعت البدو والكلام ده، وقال له والله لنزوجه، خلاص اتفلق جوزه ويطلقها لك تاني يوم، انت حر. الرجل ايه علي بن ابي طالب برى ذمته. فكان الحسن كثير الزواج وكثير الطلاق، وكان يعلم عنه طبعا داهية العرب كما يقولون معاوية ذلك، فبعث له بهذه فتزوجها وسمته كما اتفقت معه تماما، وذهبت لمعاوية تبشره بالفعل بأنها تمت، فأكرمها وأعطاها 100,000 الذهبية ويزيد، ولكنه امتنع عن زواجها بيزيد وقال لا أزوج ابني لمن سمت زوجها في يوم ما، وكانوا يدعونها ويلقبونها بمسمة الأزواج أي يعيرونها، يعني كانت حكاية معروفة ومفهومة وتمام. هذا فعل معاوية. بعد إذنك كان يقول عنه ابن تيمية والذهبي على سيرة، قبل ما نخلص من قصة الحسن، أنا في شغلة حكى لي يا خالي عن الحسن، لأنه جبت سيرته بالزواج الكثير وعمل المتعة أيضا، فقال لي يعني روالي هذه القصة أنه الحسن كان متعود أنه يعمل متعة مع الجواري اللي يروحوا يملوا القرب بالماء من الينابيع أو أماكن اللي يأخذوا منها المي يعني. فكان أحد الأيام جتي عليه أحد الجاريات قالت له أرجوك روح يا حسن اليوم. قال لها ليش؟ قال يعني اليوم ما عندك نصيب، كل اللي موجودين هنا البنات أنت عامل معاهم متعة، تعال يوم آخر حتى تلقي واحدة جديدة يعني. فإحدى النوادر يعني، فاللي ذكرها اللي خالي عن الحسن، كلهم كانوا هكذا يعني.
هو كان كملي. شرع، كان شرع، وهناك إلى الآن هناك في خلاف، من يقول رفع ومن يقول لم يرفع، في خلاف. فإذا في أشخاص مارسوها باعتقادهم أو بوجهة نظرهم أنه لم يرفع ولم ينسخ، ومن امتنع امتنع عنه أسباب أنه نسخ أو لاتباع قول عمر أو لعقيدة في نفسه أو غيره. وإن كان فيها خلاف ولا زال فيها خلاف، إذا فيها خلاف، وإلى يومنا تمارسه وتؤمن بوجوده وبصحة وجوده. اختلفوا مع من، وافقوا من، لا تعنينا هذه. كان ابن تيمية والذهبي وفي موسوعة المغني لعبد الجبار باب العدل كانوا يتكلمون عن فسق معاوية ويعني وسوءه. وفي التوحيد كان يقول ليس الكلام، شوف مدى معاوية بقى، يقول لك ليس الكلام في فسقه وفجوره فهذا مقطوع به، يعني هو في الأصل فاجر فاسق، دي ما فيهاش لسه كلام هنقوله ولا هنبتدعه. ليس الكلام في فسقه وفجوره وإنما في كفره ونفاقه. يعني شوف لكل هؤلاء العلماء بيقولوا ايه، بيقول لك احنا مش بنتكلم على انه فاسق وفاجر، لا لا، ده مقطوع به ومعروف من زمان، وانما الكلام في كفره ونفاقه، بانه كافر كفر صريح ومنافق. كانوا يقولون عنه خاصه في الذهب، يقول لا يتكلم من في فيه ماء، يعني هو اللي في بقه مليان ده مش هيعرف يفتح بقه يتكلم، فهو معيوب، فهو له من العيوب الكثير، فهو منافق، فهو كافر. من يعلم عنه كل هذه الصفات ويستطيع ان يفتح فمه بالدفاع عن معاويه او تبجيل معاويه الا يعني الكفره او يعتبرهم المنافق نفاقا شديدا. وهكذا كان كلمتهم. وعن ابن حجر العسقلاني نفس الحديث، أن معاوية ومن بعده بنو أمية كانوا يتتبعون من اسمه عليا ويخلونه. ودي فعلا، وهو من سن سنة لعن علي على المنبر، كان يجبر الأئمة ويجبر الخطباء ويجبر كل ما يقف على المنبر وغير المنبر أن يلعن عليا، بل كان من يجده واسمه عليا كانوا يقتلونه أو يتتبعونه فعلا ليقتلوه أو يأذوه إذن شديد، لأن اسمه علي، لأن اسمه علي. وذكرنا طبعا حكايته مع زياد أو زياد بن أبي، وقلنا إن دي يمكن الحسنة اللي احنا بنعتبرها كويسة لمعاوية نوعا ما بالنسبة لوجهة نظر الإسلاميين، ولكن في نفس الوقت اجتمع الإسلاميين شيعة وسنة بأن لعنوا معاوية لأنه يعني شاذ عن القاعدة إن هي الولد للفراش وللعاهر الحجر، وكيف أنه نسب ابن زنا على علمه التام بأنه أخوه وأنه ابن أبو سفيان، ولكن هم ينكرون هذه الواقعة من وكانوا يكرهونه لدرجة يعني كان في علماء سنة وعلماء مسلمين كبار جدا كانوا بيكرهوا معاوية ويسبوه، لدرجة إن لو في حد حتى اسمه معاوية بالصدفة اسمه معاوية وجاي يحضر مجلس علم أو يحضر حديث، كان هناك كثير من العلماء يطردونه لمجرد اسمه. يعني زي ما معاوية كان بيعمل مع أي حد اسمه علي ويقتلوا، كانوا هؤلاء ما بيقتلوش بقى، بس كانوا بيتحروا بيكرهوه حتى من مجرد ان اسمه معاوية، وكانوا يطردونه وما يخلوش يحضر مجالسهم سواء مجالس علم او قعدات او الكلام ده. وكان معروف عنه ان هو سكير، كان سكيرا وكان مدمنا للخمر، ومرض في اواخر ايامه ايضا بسبب تعاطيه للخمر بشده. وكانت من ضمن وصاياه لابنه يزيد كان يقول له ان هو يشرب الخمر ويتعاقر الخمر بالليل براحته، لكن مفروض انه يدي لنفسه فسحه ويقوم بالنهار ويلبس امام الناس نهارا لباس التقوى. كانت هذه نصيحة من نصائح معاوية الداهية، إن هو يعني بيقول لابن يزيد ما تظهرش نفسك على حقيقتها قوي كده، اشرب بالليل واحتسي الخمر كيفما تشاء واعمل اللي تعمله انت في الدرة في بيتك او قصرك بالليل، لكن تحرص على انك تكون بالنهار وسط الناس ووسط الشعب بصفة لابس لباس التقوى، وبانك ايه رجل صالح قدر الامكان. وهذا ما كان يفعله معاوية نفسه، هذه كانت طريقة معاوية نفسه. بعد كده يعني في حاجة معروفة قوي مقولة ثابتة عشان
نعرف أصله وحقيقة معاوية من أبوه ومنه ومن ابنه كمان. يعني في مقولة مشهورة جدا، أبو سفيان كان كف بصره في أواخر سنين حياته، وأبو سفيان معروف أنه زعيم بني أمية، وعثمان بن عفان أيضا ملياردير بني أمية، فكانوا على علاقة، هم قبيلة واحدة وأبناء عمومة وأبناء أخوال، وقبيلة واحدة بني أمية من أكبر القبائل. ففي عهد عثمان بن عفان، في خلافة عثمان بن عفان، كان عثمان يجلس ومعه أيضا مروان بن الحكم أيضا بني أمية وقريبه، وهذا كان نفاه الرسول بعيدا عن المدينة، لأنه كان يسخر من طول ويقلد مشيته ويتكفأ المشي تقليدا للرسول، يعيب مشية الرسول، فنفاه الرسول إلى الطائف وما بعدها، وظل كذلك في عهد أبي بكر، وظل كذلك في عهد عمر. ولكن عندما أتى عثمان أرجع قريبه هذا الحكم ومروان بن الحكم وأرجعهم، ولم يبالي أيضا بما فعلوه ولا بالعقوبة التي كان الرسول فرضها عليهم. فكان عثمان يجلس مع مروان بن الحكم، ثم دخل عليهم أبو سفيان فسألهم ليتحرى هل هناك أحد جالس معهم من غير بني أمية، فقالوا له لا. فقال أبو سفيان قولته الشهيرة: خذها وتلقفها مني كالقرى، لا جنة ولا نار ولا وحي نزل. يعني الراجل مش كان يعني كافر بس في الإسلام أو بنبي الإسلام أو كذاب في معاهدته أو نفاقه، وأنه كان ملحد أيضا، فلا جنة ولا نار ولا وحي نزل. وقالها أمام عثمان، ولم يعني عثمان لم يعذره ولم يعاقبه ولم ينكرها عليه ولم يعارضه، لعثمان ولا الحكم ولا مروان بن الحكم ولا كل ده، إضافة إلى إن نفسه صاحب المقولة الشهيرة على القرآن: إن في هذا القرآن لنحن لحن وستكتشفه العرب فيما بعد. وكلمة لحن في القرآن تعني أن ليست فيه كلمات كثيرة وجمل ليست على إعراب أو نحو سليم، بالإضافة أن فيه كثير من الكلمات يقولون عنها لحن أنها ليست عربية صرفة. فهكذا قال عثمان أيضا مقولة عثمان. ثم نأتي بعد أبو سفيان وبعد عثمان ونيجي ليزيد اللي هو ابن معاوية، اللي هو تربية معاوية، اللي هو وضع معاوية لما قال: لعبت هاشم بالملك، ألا خبر جاء ولا وحي نزل. نفس مقولة جده أبو سفيان، وبالتالي نفس اعتقاد معاوية، معاوية أبيه الذي رباه والذي يعطيه الحيلة والذي يرشده في معاملته وفي توليه لأمور المسلمين. طيب، شكرا جزيلا لك دكتورة. كنا عاوزين نتكلم الآن عن موقف معاوية عن من غزوة حنين، يعني إيش اللي صار في غزوة حنين وشو التصرف اللي تصرفه معاوية. نوهت لها الأول وأنا بتكلم خالص، لكن إحنا هنقول موقف معاوية في غزوة حنين أنه كان من الفارين الذين فروا عن الرسول وتركوه وذهبوا بعيدا، لدرجة يعني كانت في البداية لسبب معين، يمكن في تفصيلات أخرى إذا كنت ما ذكرتيها الآن تذكريها يعني ولا؟ لا، هي كانت غزوة حنين كانت تبدو أن الغلبة فيها، وحدث أن الغلبة فيها فعلا كانت للمسلمين، بالإضافة أن الجيش المسلمين كان كبيرا جدا بالعدد والعتاد والعدة من المسلمين ومن الطلقاء ومن غير المسلمين حتى كأصحاب عهد. ولكن بعدما اغتر المسلمون وقالوا لن نهزم عن قلة اليوم، يعني احنا مش قليلين عشان حد يغلبنا بقى ولا يهزمنا، وأصابهم الغرور والاستكانة، لما الواحد بقى بيبقى مطمن لحاله بيرخرخ كده، أصابهم الغرور والاستكانة. وفعلا عادت القارة، القبائل اللي هي هوازن وثقيف وبن بكر، عادت القارة على المسلمين تاني، وكاد شبح هزيمة المسلمين أن يعني سيطر تماما، وفر كثير
من المؤمنين بل أغلبهم، وكان من أوائل الذين فروا ووقفوا على تبة عالية يتشفى في المسلمين أو ينتظر النتيجة دون أي جهاد، وابتعد تماما الرسول، كان منهم معاوية ورجال معه كثيرون أصلا لم يثبت حوالين الرسول ولم يستجيب لندائه عندما كان ينادي أين أهل البقرة، أين بيع أهل بيع رضوان، أين المهاجرين، لم يثبت حوالينا نفر قليل من المؤمنون المسلمون الأولون والأنصار، كان من ضمنهم أبو طلحة وزوجته سيدة أم سليم التي قالت له، وهذا ذكر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال أبو طلحة للرسول: انظر هذه أم طلحة اللي هي أم سليم ماذا تقول لك يا رسول الله، فقال: ماذا؟ قالت له: انظر يا رسول الله كيف فر عنك الطلقاء وانهزموا عنك، وأشارت إلى معاوية وأبيه سفيان في وقفتهم بعيدا، يشاهدون الحس ولا يساندون الرسول ولم يرجعوا ليقفوا بجانبه، فقال الرسول: لقد أغنانا الله عنهم بالمهاجرين والأنصار والمؤمنين. فهذا موقف معاوية، فر ترك وتخلى، وحتى بعد نداء وبعد نداء الرسول لم يستجب بل وقف بعيدا، ومع ذلك لعلم الرسول بكذبه، لعلم الرسول بأن الإيمان لم يتثبت في قلبه ولا قلب أبيه، بأنه في غزوة حنين الرسول لم يعطي أي غنائم للمهاجرين والأنصار ولا المؤمنين الأولين، ولكن استثمر أو أخذ كل ما كان من غنائم في هذه الغزوة ووزعها على المشركين والمؤلفة قلوبهم، وكان من أولهم معاوية وأبو سفيان أبيه فأعطاهم، وبالتالي نعرف أن معاوية كان من الطلقاء، كان من المؤلفة قلوبهم، وظل الرسول يعطيه كي يتألفه ويقربه منه. فهذا موقف معاوية، ومعه أبوه أبو سفيان في هذه الغزوة. هنيجي بعد كده عن أشياء، طبعا بعد ما بقى معاوية بقى أمير المؤمنين وسم الحسن. تفضل. لا حضرتك تكلمتي عن قتل معاوية للحسن، لكن هل عندك المصادر لهذه المعلومة؟ مصادر المعلومة هو سم الحسن يعني؟ تمام. ما هي المصادر احنا قلناها مكتوبة في كتاب دمشق لابن عساكر وعن راشد الحبراني، ومكتوبة في حضرتك بعض الأشخاص يكتبون أنت تتكلمين من غير مصادر، فنحب نأكد عليهم المصادر حتى يعرفوا أن احنا ما جايبين مصادر من جيبنا يعني. لا معلش، أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة. لا معلش، حاجة بسيطة، علشان إحنا لو قعدنا لكل ورا كل واحد اللي يقول لنا أنتوا شيعة واللي يقول لنا أنتوا بتتكلموا من غير مصادر، وأنا بتكلم بقول المصدر اللي أنا جبته منه، وأي واحد طفل كده في كيجي وأنا في كيجي لو جاب اسم الحسن على النت كده هيتكتب وهيجيله المصادر ويجيله القراية ويجيله الكلام ده والحاجات دي كلها، واللي عايز يعرف ويدور ويسمع المعلومة حتى كعنوان هيروح يدور عليها ويعرف مصادرها ويجيبها له. احنا مش هنقعد في حجر كل واحد ولا هنكتب لكل واحد، واللي عايز يعرف يعرف، واللي ما عندوش رغبة انه يعرف وجاي يقول لنا انتوا بتجيبوا وبتألفوا، اوكي يا عم احنا بنجيب وبنقلب، في ناس غيرك هتبحث وهتدور وهتتأكد من معلوماتنا، لا هي ناقصة عليك ولا واقفة عليك، ولا هذا الاتهام بتاعك هيخلينا نفسخ كده والبرد اللي عندنا يزيد بزيادة. سيبك انت من الكلام ده، عفوا أستاذ الفاضل، فهؤلاء يدورون في دايرة مفرغة ولا حديث لديهم إلا ذلك. حضرتك انت وانت قاعد بنفسك كده وجربها على جنب واكتب سم الحسن أو زوجة الحسن التي سمته وشوف هيطلع لك ايه ومصادر ايه واحاديث ايه وروايات ايه. دي ناس فاضية وناس بتحب تعطل احاديث وتعطل المسيرة، اللي عايز يتأكد اصلا مش هيستنى يسمعني، هيروح يقرأ ويبحث ويعرف، واللي حلو وتمام ومزبط كده خلاص يا عم انت ايه مشكلتك، احنا برضو بنقول عليك كذاب ولا تقرأ ولا تعلم والجاهل ومنساق بس كده. لكن احنا هنوقف احاديثنا وانا قاعد اقول من كتاب كذا والسطر كذا والحديث كذا وابن حنبل قال كذا، والله لو جبت لهم آية في القرآن برضه هقول لك كانوا من، لا دول لا نشغل ذهننا بيهم، يعني دول عالم تعبانة يعني
يعني شوف انه يعطي يثبت كم فرق اللي بيقوله اكبر. اتفضل حضرتك عشان نكمل لا نهدر وقتنا، نكمل طيب الحديث عن معاوية ومفاجآته ده لسه، مو لما يسمعوا بقى اللي جاي ده هيجوا يقتلونا بقى، مش هيقولوا لنا انتوا كذابين. طيب في الآن نتكلم هتقول عن المعركة معاوية، اتفضل. المعركة اللي حصلت بين معاوية مطالبة وعلي بمطالبة دم من قتلت عثمان قتلت وتلكوا عثمان. علي في ضبط الجناة، يعني هاي حصلت فيها المعركة المشهورة، يعني معركة الجمل، يعني المعارك كلها، المعارك كلها، الجمل وصفين والتحكيم والحاجات دي طبعا، كلها. ايوه، بس هي هو ابتدت علي، هو علي، بالجمل يعني. نعم ايوه، هي هو علي لم يتلكع، عشان نقول الالفاظ صريحة، علي رفض، علي لم يقيم الحد على قتلة عثمان، ولم يرغب في هذا الموضوع، ولم يتممه من أصله، ولم يدخل فيه، ولم يمارسه. ببساطة شديدة، علي كان يعلم بهذه المؤامرة كلها. هذا الحصار لعثمان كان من المسلمين، لم يكن من كفارا، لم يكن من أغرابا، لم يكن من أشخاص آخرون جاءوا من خارج الكوكب. من حاصر عثمان هم صحابة، 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 صحابة من المسلمين في جميع الأصقاع وفتنة، وكانوا يحاصرونه في منزله، مركز الخلافة في المدينة، وكان عليا موجودا في جواره ومنزله بجواره، وكان الحسن موجود والحسين موجود، ويقولون أنهم كانوا يحرسون بيت عثمان، وأنهم كانوا يتعاملون ويتأمرون علشان يوصلوا له المية عنه الأكل والشرب لمدة 40 يوم. من ضمن المحاولات التي كانت رافضة، والشخصيات التي كانت رافضة لهذا الظلم وهذا الإجحاف، السيدة أم المؤمنين زوجة الرسول أم سلمة، لدرجة أنها رغم أنها معروف عنها شدة المحافظة وشدة التحفظ وجلوسها في بيتها لا تخرج منه أبدا إلا فيما نذر، ركبت بغلتها وجاء وحملت عليها ماء وبعض الطعام حتى تدخل به إلى عثمان، مما استفزها ومن شفقة على عثمان وعلى حاله. هو كان يقف في هذا، هل هذا علي بن أبي طالب اللي خلع باب خيبر واللي سيفه مش عارفة بسلاحين وبسنين، واللي بيمسك مش عارفة 10 بدراعه أي دقلقهم، واللي بيعمل إيه وعلاه؟ لم يستطع علي أن طعاما لعثمان، لم يستطع علي والحسن والحسين أن يمنع هذا الظلم وهذا القتل عن عثمان، فبالطبيعي وبالسليقة خالص شاء من شاء، واللي يعجبه يعجبه، واللي ما يعجبوش إن شاء الله عن عمره ما عجبه. علي كان يعلم تماما وكان موجودا في قلب هذه المؤامرة وقلب داس قتل عثمان. بلاش، احنا ليه بنستعبط على نفسنا وكذابين كذابين اريحتهم مليئه كذب وعفن. علي ما كانش مسؤول ولا كان يعرف على القتل واتقتل غصب عنه، علي بقى ضعيف دلوقتي وما يعرفش حاجه. طيب الم يستطيع علي ان يجير ويدفن عثمان الذي اصبح جثه، يكرم جثه هذا الصحابي الجليل مثلا اللي كانوا بيطلقوا عليه ذو النورين وياخدوا ويدفنوا في البقيع، ولا سابوه ورفضوا حتى جثمانه وذلوه وانتهكوا عرضه وانتهكوا حرمه زوجته وقطعوا اصابعها، هذه الاصابع التي اخذها معاويه وعلقت في قميص عليه دم عثمان وكان يطالب بدم عثمان بها، ورفضوا ان يدفنوا الرجل دفن محترم. هذا ما فعلوه بعثمان، ذو النورين، صاحب تجهيز جيش العسرة، صاحب شراء بئر روما. ألم يكن علي يستطيع، ولا الحسن ولا الحسين ولا طلحة ولا الزبير ولا كل دول الأشاوس الكبار المبجلين الصحابة، إنه حتى يقولوا زي ما احنا بنقولها دلوقتي يا عم إكرام الميت دفنه، يا عم اتنيله اتنيله، ما تخلوش الواحد يتنرفز ويطلع في وشكوا شوية، ده انتوا علم بجحة، علم بجحة. طيب دكتورة، أنت ما دام تكلمتي عن قتل عثمان بن عفان، احكي لنا الرواية اللي اشترك فيها محمد بن أبو بكر في قتل، وهو أمه تكون زوجة علي بن أبي طالب،
طبعا تناوبوا عليها الصحابة أسماء بنت عميس اللي بيقول لك الصحابيات المؤمنات والإخوة المؤمنات. نعم أسماء بنت عميس لو اتجوزت ثلاث أرباع اشترك في قتل عثمان بن عفان، وهو يكون يعني هو العلي متزوج والدته. ابن أسماء ابن محمد بن أبو بكر. ما هي أسماء دي أسماء بنت عميس كانت زوجة في الأول لجعفر الطيار اللي هو أخو علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب. هو ما هو علي بن أبي طالب له أبيات بيمدح فيها نفسه وبيظهر مكانته، بيقول إيه؟ محمد النبي أبي وصهري، وحمزة سيد الشهداء، وجعفر الذي يضحي ويطير ملائكة ابن أمي، وفاطمة بنت محمد سكن وعرسي، ممشوب لحمها بدم يحمي، ولا أحد ولداينها، فمن منكم له سهم كسهمي. حضرتك فكرت، أنا ما كنتش عاملة حسابي حتى إن أنا أذكر هذه الأبيات. هذه أبيات قالها علي بن أبي طالب افتخارا بأفضليته ونسبه للرسول عليه الصلاة والسلام وقرايبه كلها. جعفر الطيار هذا كان أخو علي بن أبي طالب وابن عم الرسول. هذا الجميل الذين يصفون جماله وجمال شكله وشبابه كان زوج أسماء بنت عميس، وكان منجب منها اثنين. توفي جعفر فتزوج جعفر، خلف جعفر على أسماء كما يطلقون هذه الكلمة القبيحة، خلف جعفر على أسماء أبو بكر، وظلت زوجته حتى تولى الخلافة حتى مات عنها. ثم بعد ما تزوجت أبو بكر وأبو بكر مات عنها، رجع واتجوزها علي ابن أبي طالب اللي هي كانت مرات أخوه في الأصل وبعدين أبو بكر، وهي أنجبت أبو بكر محمد هذا. ومحمد ابن أبي بكر كان من ضمن الولاة في مصر، وكان من أكبر الناس المحرضين والمتولين للتحريض على عثمان. هذا محمد الذي رباه علي بن أبي طالب، هذا محمد أمه زوجة في كنف علي بن أبي طالب، هذه السيدة الصحابة أسماء بنت عميس الذي كانوا يقولون عليها أن الرسول يقول عليها وعلى أخواتها الست، إن هم سبع أخوات أو ثمان أخوات، الأخوات المؤمنات، كانوا ثمان نسوان ولا ستات صحابيات، فكان الرسول يطلق عليهم الأخوات المؤمنات. كل شغلة هؤلاء الأخوات المؤمنات إن هم تزوجوا من الصحابة يعني جميعهم. هذه أسماء بنت عميس كانت أم محمد ابن أبي بكر، ورباه وفي كنف علي ابن أبي طالب. لا. ثانيا مش محتاجين كل دول ولا محتاجين ناس. علي كان في المدينة وبينه وبين عثمان زي ما بنقول فركة كعب، فركة إيدن، لا بيت لازق فيه. هي المدينة كانت ميادين وشوارع والناس مش دارية عن بعض، وكان واقفا، ويقولون في السيرة بقى أصحاب السنة وأصحاب الشيعة يقول لك وكان موقف الحسين وكان موقف الحسن وكانوا بيحرسوا عثمان. طب ما انتوا بتقولوا علي ده على دراعه ده كده بدراعه كده كان نزع باب خيبر. طب دراعه اللي نزع بيه باب خيبر بحاله كده، المعجزة الجبارة الفشيقة العظيمة دي، معرفش بدراعه كده يعمل حبة المعتدين دول كده شمال، والحسن يعمل حبة يمين، والحسين وعيب وتلموا وتفضوا. بقى حصل ولا ما يحصل ولا ما يحصلش؟ بلاش بالدراع وبالقوة، ما كانش يعرف يجمع الناس ويجمعوا وعيب، وده أمير المؤمنين، وده لهم أحاديث مفروض إن هم كاتمينها في البخاري والصحاح الستة المؤلفينها، دول لهم أحاديث بعدم الخروج على الحاكم. هو عثمان يا أولاد ما كانش حاكم؟ نسيتوه كده؟ نسيتوا خلاص فضل عثمان عليكم يا شحاتين يا اللي كنتوا مش لاقين تاكلوا ولا لاقين تشربوا، وعثمان هو اللي اشترى لكم بئر روما كله بأمواله عشان تشربوا وتستحموا وتنضفوا. أليس عثمان هذا هو من جهز جيش العسرة اللي الرسول قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من كتر المبالغ والكتر الفلوس والإنقاذ اللي أنقذوا ليهم؟ هو عثمان ده أقل حاجة خالص من مراقبه؟ مش كان متجوز بنتين من بنات الرسول وكانوا بيقولوا له ذو النورين؟ أمة ما تعرف لهاش عزيز، ما تعرف لهاش قاعدة، وجم هؤلاء المضللون الكاذبون ليحشوا عقول الناس بكذب وتضليل وإجرام، والواقع واضح وهم اللي مكتوبين ومن كتبهم. هم مش
ولا احنا جايين بنالفه؟ بنقول لك الكتاب ده تاليف ميس عمر ولا تاليف مش عارفه مين. وابو مصادر ده، ابو مصادر عنده مصادر تانية يقول لنا مين اللي قتل عثمان ولا الوقت ملوش حس، ويقول لنا كده كان علي فين كده ساعه قتل عثمان، والحسن عمل ايه، والسيده عائشه كانت بتنادي وتقول ايه، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ومين اللي خرج في الحاجات دي، ولا الغالي ده المصادر دي مش عنده، مصادره واقفه لحد فين. كذبه كذبه، ويريدون ان يشيع الكاذب. لما تيجي تصحح المعلومات وتظهر الحقيقه للناس خلاص يتمغصوا بقى وركبهم تخبط في بعض ويترعشوا. وقال مصادرك، ولا يا حبيبي روح اكتب انت الكلمه كده على النت هيطلع لك اهال مصادر، اسهال كتب ومراجع، لكن احنا مش هنقعد حجرك ولا هقعدك على حجرنا عشان لك اننا هو ندي لك كلمه في بقك. هنكمل على معاويه عشان معاويه ده قصته جامده، احنا لسه ما قلناش حرف فيه، ناخد لنا حاجه كده بقى، لان معاويه جبار عايش ميت جبار هو، يعني مش قليل. طيب هنتكلم دلوقتي بيقول لك عن ان ال موقفه من يزيد بن ابيه، اتفضل. عاوزين نتكلم عن ما موقفه موقفه من كان جميل يزيد، موقفه كان جميل، كان موقفا منصفا، ولكن انا ارجح ان معاويه لم ينصف يزيد حبا في يزيد، او انه الراجل قوي تقي وصاحب شريعه وصاحب حال. معاويه كان يتمتع بثقافه يعني مسيحيه كبيره، وسنسرد هذا فيما بعد. ثانيا، معاويه كان يريد ان يعزز نفسه برجال حوله من قبيلته ويكونون يدينون بالولاء له، لأن معاوية ما كانش له أخوات حواليه، وقبائل بني أمية العدد كانوا قليلين وكانوا مكروهين بين الأشخاص الآخرين وبين بواقي الأنصار والمهاجرين وأهل المدينة، لأن معاوية كان جبار. حتى لما مات معاوية كان الكل بيقول عنه هلك طاغيتهم، يعني دول الصحابة دول المهاجرين دول أهل المدينة والأنصار كانوا بيقولوا على بني معاوية بني أمية لما مات معاوية كانوا بيقولوا هلك طاغيتهم. دي في كل الكتب اللي في الوجود مكتوبة كده، هلك طاغيتهم على بني أمية اللي هو معاوية. إذن معاوية كان في نظرهم طاغية، وهو فعلا كان جبار، كان شديد البأس على دهائه، لكن كان شديد البأس. ولسننظر ماذا فعل وماذا أكبرهم وكيف كان يعمل وكيف كان يتمم، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه، وحتى من كان يكرهه ويبغضه سرا لكنه لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك. ظلوا يلعنون عليا على المنابر وفي كل مكان، ولا يستطيعون تسمية أبنائهم باسم علي، حتى إلى بقية كل الدولة الأموية، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز. هو فقط عمر بن عبد العزيز الذي صرح بأن يسموا عليا، الذي منع سب علي على المنابر، الذي كان يحب علي ويصرح بحب علي، بل كانت له مقولة عندما تنكر أحد الناس من مريدين علي ومن محبيه وانزوى في مكان، فقال يعني قالوا له، فبيقول له ماذا به، لماذا ينزوي هذا، فبعض الرجاله مفكرين له بقى زي ايه بقيه بني اميه، فبيقول له ان هذا من محبي علي ويعني خايف وكده، فنادى له قال له تعالى وانما انا لا انزل ولا اساوي درجه كلاف 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 علي ابن ابي طالب. في هذا النص قالها عمر بن عبد العزيز، وكانت صدمة لبني أمية، لذلك عمر بن عبد العزيز بني أمية سموه، لم يكمل سنتين أو سنتين وشهور سموه، لأنه كان نسف أمية، نسف ملكهم نسفا شديدا، ونسف كل ما كانوا يضعونه من قاعدة واستبداد وكره وتحزب. حتى أبو هريرة جاء به معاوية وأجلسه احتيالا وبقوة السيف كي يؤلف الأحاديث التي يشيع هؤلاء الكذبة هؤلاء الأدال هؤلاء المدلسون، يشيعها ويعطونها قدسية إنها يتعبدوا بها ويصرحون بأنها ترجح عن الآيات في القرآن. هذا الذي كان يمليه عليه معاوية، وقالها أبو هريرة ومكتوبة ومدونة، لولا سيف معاوية على هذه، وأشار كده على رقبتي، لما كتبت معظم ما كتبت. يعني الراجل قايل ان انا كذاب،
ان الاحاديث اللي انتوا هتقعدوا بقى وتتوروروا بها كده وتعملوا بها ويعملوا بها هؤلاء المنافقون هي للنفاق سلطه وليس سلطه ولا تخرج من فم رسول الله. دول طبعا ابو مصادر ده مش عاجبه هو واللي زيه واللي زيه واللي زيه ان الكلام ده يتقال، بس مش بقوله مش بخترعه. اهو في واحد اسمه عدنان ابراهيم عامل سلسله حلقات، لو حضرتك كتبت سلسله حلقات عدنان ابراهيم عن معاويه ابن ابي سفيان والمرجع والكتب والاسئله التي يرد عليها بكل علميه وبكل مرجعيه وبكل ادله تكفيهم، بس مش الكتب كمان القديمه وابن كثير والذهبي وعساكر وابن حاجه عسقلاني. قال انا اجيب لكم مرجع بتاع مين؟ ستوته ستوته البدريه ولا ايه؟ هو في ايه؟ طيب. عفوا يعني فعلا عندي دور برد من امبارح يعني. بل لو ما كانش عندي برد كنت هنالك هنالك الشفاء دكتورة. يعني زي ما يقولوا دور برد يفوت ولا حد يموت يعني. طيب طيب نروح لأهم فقرة أو أهم محور تكلمينا أو نعم. يعتبر يعني المحور الأخير إلا إذا أنت عندك حاجات حابة تضيفيها. قبلها أنا كنت حابب أسأل قبل ما أروح إلى هذا المحور أسألك عن هل عندك معلومة عن الخوارج محاولة قتل علي ومعاوية في نفس التوقيت وكيف جرت الأمور؟ هل عندك معلومة عنها؟ أنا فاكرها لكن أسمعها. أنت يعني الناس يعني أنت سهل ممتنع يعني تعرضين المعلومة ببساطة وتوصل للناس، فلذلك أحب أسمعها منك أنت يعني. ببساطة شديدة جدا جدا الخوارج أو ما أطلقوا عليهم الخوارج كذبا أو زورا هم مجموعة من المسلمين المؤمنون الحقيقيون. الذي أرقهم وأزعجهم وشتت أمرهم كثرة القتل فيهم وفي المسلمين، كثرة التشتت، كثرة النفاق، كثرة الإجرام، فحبوا يخلصوا الأمة الإسلامية من الثلاثي المرح أو الثلاثي الرئيسي الذي سبب هذه الكمية الرهيبة من الدماء المسفوكة وهذا التشتت وهذا الترمل للنساء وهذه الاغتصابات وهذا الإجرام بحجة الدين، وهو ليس له علاقة بالدين، فهي كانت حربا كاملة كلها لا غرض لها إلا السلطة فقط لا غير. فكان هؤلاء الأطراف مين؟ كان عليا، كان عمرو، كان معاوية ابن أبي سفيان، كلهم في نظر الخوارج واحد، كلهم شتتوا المسلمين، كلهم أهدروا دم المسلمين، كلهم سفكوا دماء المسلمين وهتكوا عرض المسلمين، فأرادوا أن يتخلصوا من هؤلاء ويعود الإسلام إلى الحظيرة الأولى البسيطة العادية. وكان رئيسهم أو من قام بهذا العمل عبد الرحمن بن ملجم نتيجة إحدى البنات أو إحدى التي طلب منه أن يكون مهرها كي يصل إليها ويتزوجها هو رأس علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب في هذه الحروب قتل جميع أسرتها عن بكرة أبيها، كما فعل عمر بن الخطاب في أهل فارس وأهل أبو لؤلؤ المجوسي الذي عندما فتح فارس قتل كل أسرته جميع وكل أقاربه وكل أهله وشرده وله لا زوجة ولا أهل ولا أباء، بل وجاءوا به أيضا إلى المدينة أسيرا من أجل صنعته، فأصرها في نفسه أبو لؤلؤ كي يتخلص من هذا الشخص الذي في نظره دمر حياته كلها، وليس عنده بقى مفهومية السادة مفهومية الفتح ولا قبول بهذه السياسات من أصله، وفعل فعلته التي كان يشك فيها عمر أصلا ويعني أحس بغضب وحنق هذا
رجل عليه. كذلك كان علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص أوصلوا المسلمين إلى درجة من الانهيار، والدماء كانت تغمر كل البيوت، ولدرجة أن علي كان يحرق أحياء. عمرو بن العاص صح، كان الاتفاق يقتل الثلاثة مع بعض. نعم صح. نعم، كان الاتفاق هم يخلصوا الإسلام ويخلصوا الدنيا من شر هؤلاء الثلاثة الذين كانت كل أفعالهم وكل قتل وكل حرب من أجل السلطة لا أكثر ولا أقل. هل هذا علي أمير المتقين كما يقولون؟ أين تقوتك يا علي؟ هل هذا علي الزاهد في الدنيا؟ كان يحرق الناس أحياء، حتى أن ابن عباس عتب عليه في هذا وقال لو كنت موجود لنصحته ألا يفعل. كان يحرق الناس أحيانا، مع أنه ترك عبد الله بن سبأ الذي قال له أنت يعني كأنه هو الله، أنت كل اللي عمله معاه قال له لا أساكنك في أرض أنت بها أبدا، يعني روح في حتة تانية. وفعلا راح عبد الله بن سبأ وراح في حتة تانية يقول أنت. طب إيش معنى ده ما حرقتوش وهو بيقول لك أنت وبيقلهك ويقول لك إيه، يبتدعوا بقى ويقولوا ده هو بيحرق الخوارج اللي هم قالهوه، اللي قالوا له أنت، وحتى هو بيحرقهم بالنار قالوا له لا يعذب بالنار إلا الله، فأنت الله. كذب، ما حصلش الكلام ده. هو اللي قال له أنت قال له لا أساكنك في أرض أنت أنا فيها أبدا، وراح وسابه يمشي يقول بقى اللي يقوله ويألف اللي يألفه والكلام الوهمي ده. لكن هم ما قالولوش كده، هم ضجم، الناس اتقتلت، البيوت فضيت، النسوان اترملت، كمية من الدماء ليس لها مثيل. انظر إلى السنتين اللي حكمهم علي بن أبي طالب كم عدد المسلمين الذين قتلوا وسموهم استشهدوا، والدماء المسفوكة بين المسلمين أعداد لم تحصل في أي فترة من الفترات، أعداد لم تحصل حتى في الفتوحات، مسلمين مع مسلمين، ما فيش لا كفر ولا فتح ولا حد مجرم ولا حد كافر، مسلمين يقتلوا مسلمين. ما تبرير هذا؟ معاوية مجرم وطاغية؟ طب وعلي؟ عمرو كذاب ومحتال ومكار؟ طب وعلي؟ أين هذا الزهد وهذه التقوى وهذه القرابة؟ دي بلا 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 على علي بن أبي طالب وتقواه وزهده. يا عم تنازل عن النيل الخلاف العرش بتاعك ده، تنازل إذا كنت تحقن الدماء. ابنه الحسن لم يرجح ما فعله أباه، ابنه الحسن نفسه تنازل حق وقال حقنا لدماء المسلمين. الخوارج، وبعد كده بقى زي ما احنا قلنا وزي ما بنقرا العلماء، ده خوارج دول مجرمين، ده صفاتهم من العدم، من كانوا يحاولون كبح جماح هذا القتل وهذا الاجرام، من كانوا يحاولون ان يبقوا على الباقيه من دماء المسلمين او الناس، امن الناس، سموهم بقى الخوارج. وكل حته بها وفيها خوارج، من يخرج عن عرفك لابد ان تسميه خارجيا او خارج. من يكفر بما تقول او ينكره لازم تسميه كافر. شاطرين وجدعان في الأسامي والألقاب، وحدث ولا حرج، ولكن هذه هي حقيقة الخارج. اختصار الموضوع عمرو بن العاص لم يكن موجود في خطبة الجمعة، وأعتقد قتل واحد اشتبه أنه هو معاوية وعمر بن العاص كان عنده دور من البرد كده ولا العيا الخفيف كده، مش زي البرد بتاعي ان شاء الله يعني. وكان لا انا بقول على عمرو كان عنده، لم ينزل الى الجامع، لم يصلي الفجر في وقتها اصلا. اما معاويه فنزل يصلي بالناس فعلا، واصيب في كتفه اصابه خفيفه، ويقال ايضا ان السم الذي كان في الخنجر الذي اصاب به ايضا كان من ضمن الامراض او التعب الذي فضل يعاني منه في فتره مرضه كلها. لكن في النهايه الاثنين نجوا. عمرو بن العاص كان موضوعه في الموضوع ده كله كان مجرد طمع، مجرد رغبة في الحكم، مجرد رغبة في البقرة الحلوب التي هي مصر، كانت أمنية عمره منذ زمن أن يصل إلى مصر. وعندما وصل إلى مصر كانت عمره أن يحكمها ويفضل حكمها لغاية ما يموت. هذا كان كل أمل عمرو بن العاص، لا دين لا روب ولا حق ولا هو كرامة ولا عنده من الفروسية أصلا. عمرو بن العاص لما زنقوا عليه ابن أبي طالب في الحرب قال عباس
قالع لباب عن عورته عشان يفلت من علي بن ابي طالب، وهذا موقف معروف جدا عن عمرو بن العاص. يعني ما كانش بيتمتع بقى بالشهامه والنبوه والرضاعه، لكن هو انا شديد الله شديد زيه زي معاويه، عشان كده الاثنين اتفقوا مع بعض، عمرو عايز مصر وكنوزها، ومعاويه اداله مصر يلهي بيها في سبيل ان هو يبقى معاه ويتامروا اصاد علي. وعلي لا همه ده ولا همه ده، برضه يقتل في دول ويقتل في دول ويعمل في دول، وعلشان برضه يفضل في الحكم. هو علي نفسه، علي نفسه ما هو صاحب المقوله الشهيره اللي قالها ابو موسى الاشعري لما عملوا وقفوا المصاحف والتصحيف ورفعوا المصاحف عشان التحكيم. لا قال لابن عباس، وابو موسى الاشعري كان معاهم، قال لابن عباس ايه وهو رايح يناظرهم؟ قال له ايه؟ قال له لا تناظرهم بالقران فان القران حمال اوجه. هذه هي وجهه نظر علي في القران، وهذه هي مقولته الشهيره. والبرضه عايز المصادر يا غالي، يا اللي كنت بتسال عن المصادر، اكتب بس العبارة دي وهيطلع لك 100,000 مصدر. هو علي وابنه يناظرهم لما رفعوا في تحكيم، قال له لا تناظرهم بالقرآن، لا تستشهد بالقرآن فإن القرآن حماله أوجه. هؤلاء طيب. هتقولي بقى إيه وإيمان إيه وفقه ومش عارف إيه والكلام ده. طيب في نقطة حضرتك خليكي مركزة مع الحلقة وسيبك من الناس دي. نروح على أهم محور، المحور الأخير. كلمينا شوي عن صلاته وخطبته في الجردة. هل كان أيضا معاوية، هذا مهم جدا، هل كان معاوية مسيحيا وهو أمير المؤمنين؟ وهنقول نمشي مع الناس بالأحاديث بساط بالأحداث، وهم بقى يعرفوا ان هو كان مسيحي ولا مش مسيحي. بيقول لك معاوية كانت له كنيسة تسمى باسمه، يعني تسمى كنيسة معاوية، وده مكتوب ومثبت في تاريخ دمشق لابن عساكر اللي حضرتك كنت بتقول قريله بقى دلوقتي. يعني اكتب يا حلو يا جميل كده تاريخ ابن عساكر وشوف هيقول لك ايه. مكتوب في تاريخ ابن عساكر عن ابي راشد الحبراني، عن عبادة بن الصابت، ده من الصحابة الاجلاء الكبار الشأن، عن عبادة ابن الصابت أنه قام، إن عبادة قام عند كنيسة معاوية فينا ووعظهم. يعني عبادة ابن الصامت له حديث وقع يقول واحد بيكي ساكر وابن راشد إن عبادة ابن الصامت كان موجود ووقف وخطب فينا ووعظنا فين؟ عند كنيسة معاوية التي كانت له في دمشق. تمام، أدي احنا ذكرنا مصدر يا حلو بأكتب المصادر عشان احنا تعبانين وعندنا برد ورقنا بنشف. بعد كده كتاب تاني، كتاب السنة لابن أبي عاصم، جميل، برضو متفق في هذا عن عبادة بن الصامت. شوف هذا صحابي جليل له شأن كبير، والكتب معروفة عن عبادة بن الصامت أنه قام فيهم عند كنيسة معاوية وخطبهم ووعظهم. إذا كذا كتاب متكرر فيها هذا القول، هذا الحديث، هذه الرواية، عشان في واحد هيجي له مغص دلوقتي ويقول لك مش حديث، هذه الرواية المدونة عن الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت. شوفي مين بتسلم عليك، الشامين للطبراني. دكتورة شوفي مين بتسلم عليك، دي كده حبيت قلبي المهندسر، وبيجي كده بس بقى ان التفاؤل كله جه والنجاح برغم انف الحاقدين. حبيبة قلبي. هنيجي بقى في مسند الشاميين للطبراني، طبراني ده راجل تقيل يعني مش قليل، وفي مسند الشاميين روحوا دوروا عليها يطلع لك على طول. مكتوب ايه بقى؟ بيقول لك معاوية كان يوزع الغنائم في كنيسته، واخد بال حضرتك؟ شوف اللفظ انا بقول بشعر. معاوية كان يوزع الغنائم في كنيسته التي تسمى باسمه، زي ما احنا قلنا اسمها كنيسة معاوية، كنيسته مش هو بنيها مجاملة لحد، هو بنيها له، يتعبد فيها، يجتمع بيها، يجلس فيها، حتى الغنائم بتاعته كان يوزعها في الصحابة اللي من زي مقام عبادة بن الصامت غصب عن درس الصحابة، ولم يكن أحد يجرؤ أن يتفوه بكلمة، لأنه كان كما يقولون كان طاغية، زي ما قالوا هلك طاغيتهم، كان كده السيف كده أسهل حاجة على حلمه ومكره، لكن لما تيجي حاجة اللي موقف حيوي أو رئيسي يبقى على طول قطع رقبة، فكانوا هم عارفينه. فنقولنا تاني في مسند الشاميين للطبراني
معاوية كان يوزع الغنائم في كنيسته التي تسمى باسمه. بص بقى الإعلان ده بقى كمان يعني مخالف لكل الإسلام، ويعلن أن الأقباط أي النصارى أو المسيحيين هم من لعبوا الدور الأساسي في غزوة قبرص، وأنه لولاه لما انتصر العرب المسلمون في هذه المعركة. يعني دخل الكنيسة بتاعته اللي هو ووقف فيها ألف خطبة وقال بالكم الأرض اللي هو النصارى المسيحيين دول هم السبب الرئيسي في انتصارنا في غزوة قبرص، مش انتوا يلي عاملين نفسكم صحابة أو مسلمين، لا ده هم السبب الرئيسي لنصرتنا في هذه المعركة. وهنشوف هو هيتكلم عنهم ازاي وهيجازيهم ازاي وهيعمل ازاي وهيوزع الغنائم ازاي، اللي هو بقى لا اعتبرهم أهل الذمة ولا اعتبرهم أسارة ولا اعتبرهم مواطنين درجة تانية ولا هذا كل العرف الإسلامي والشرع الإسلامي. هذا جينا بقى عشان خلي بالك بس ترتع ودانك أبو مصدر عشان تسمع المصادر. حدثنا إبراهيم بن محمد مصفى عن ابن اليمان قال لما قفل الناس عن غزوة قبرص، يعني بعد غزوة قبرص ما خلصت وقفل الناس يعني رجعوا من قبرص، خرج معاوية ومعه مين بقى؟ خرج معاوية ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا فين؟ كلهم أصحاب الرسول هم مع معاوية إلى الكنيسة التي بجانب طرسوس التي يقال لها كنيسة معاوية. على فكرة هذه الكنيسة بجانبها لزق فيها في نفس الجدار بتاعها مسجد هنيجي نتطرق ليه، وهو أخذهم عنوة ودخل بهم إلى الكنيسة، لم يدخل إلى المسجد علشان ما نقولش بقى أن المنطقة دي كانت خالية وما كانش فيه جامع، وأن معاوية بجلالة قدره أمين المؤمنين كسرى هذا لم يستطع أن يبني مسجد ولا الأونطة دي كلها أهو. وهيك تاني فنقول حدثنا إبراهيم بن محمد مصفى عن أبي اليمان قال لما قفل الناس عن غزوة قبرص فخرج معاوية ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إلى الكنيسة التي بجانب طرسوس التي يقال لها كنيسة معاوية. جميل. قام بقى عمل إيه معاوية في الكنيسة؟ قام وقال إنا قاسمون غنائمكم على ثلاثة أسهم، يعني الغنائم اللي خدناها من غزوة قبرص دي هقسمها هو وانا واقف في الكنيسة هنا، والصحابة كلهم جميعهم معاه في الكنيسة، وقال لهم ان انا هقسم الاغنام اللي في الكنيسة دي على ثلاثة اسهم. ازاي؟ قال لهم سهم للسفن لانها مراكبكم، يعني عشان نصلح السفن ونوضب امور السفن، لان السفن دي اللي مشينا بها في البحر بقى قبرص بيروحوا لها بالبحر وهي جزيره، فسهم للسفن عشان نصلح بيه السفن ونعمل الاسطول. تمام. بعد سهم السفن قال ايه؟ سهم للقبط. واخد بالك اعتبرهم ايه؟ سهم للقبط، فانه لم يكن لكم حيله الا بهم. القبط النصارى المسيحيين مطلع لهم سهم في من غنائم الغزوه، بيقول لهم انتوا ايه كمان لصحابه رسول الله كله بيقول لهم ايه؟ لان انتوا اصلا مالكوش حيله ولا قيمه الا بهم، هم اللي عملوا هم اللي حاربوا وهم اللي اشتغلوا. وفي الاخر قال وسهم لكم. اذا في غزوه قبرص وانتصر في الغزوه وراح جايب صحابه رسول الله زي ما الحديث بيقول بالظبط اهو، جمعهم كلهم واخدهم في الكنيسه مش في الجامع، في الكنيسه ووقفوا كلهم معاه قوه واقتدار، وقام يخطب فيهم وقال لهم الغنائم دي كلها بتاعت غزوه قبرص هتتقسم على ثلاثه، سهم السفن اللي هو يعني هنصلح بالعده والاسطول ونعمل ايه حاجتنا، سهم الاولاني للقبط اللي هم النصارى المسيحيين لان هم من غيرهم لا كنتوا هتنتصروا ولا تعملوا حاجه ولا لكم قيمه، والسهم الاخراني لكم. هذا هو معاويه وهذه خطبة معاوية وهذا هو تقسيم معاوية. في كتاب تاني اسمه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. اتفضل. لا كملي. في كتاب تاني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بيقولوا ايه بقى تاني في هذا الكتاب اللي احنا قلناه ولا مش موجود؟ أخرج معاوية غنائم قبرص
إلى طرسوس في كنيسة يقال لها كنيسة معاوية، وقسمها 3 أسهم، سهم للسفن لأنها مراكبهم، وسهم للقبط، وسهم للصحابة في هذا الكتاب. كما كان يحرص على إتمام لقاءاته كلها وأموره في هذه الكنيسة. عن ابن سيرين، حد بقى وحش ابن سيرين ده، في حد ما يعرفوش؟ مفسر الأحلام وصاحب الكتب والتابعي الجليل. عن ابن سيرين وابن هرمز، جمع المنزل، شوف هيقولوا ايه تاني، جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية. دايما كان عبادة بن الصامت ومعاوية يتقابلوا فين؟ إما في كنيسته وإما في بيعته، يعني لما كان يبيعه أو يتكلم معاه في الكنيسة بتاعته، دايما يبقى في كنيسة معاوية عبادة بن الصامت ومعاوية، لما كانوا بيتقابلوا يقف معاه طريق ويكلمه بيعته أو داخل كنيسته اللي هي كنيسة معاوية. في كتاب تاني اسمه سفن ابن ماجة، كتاب الشريعة، عن عوف بن مالك، أتته البشرى بأن معاوية من أهل الجنة وهو في كنيسة. واحد اسمه عوف ابن مالك راح نام في كنيسة معاوية، أهو بيقول إيه عن عوف بن مالك، إحنا قلنا كتاب سفن بن ماجة. عن عوف بن مالك بينما هو نائم في الكنيسة قائل، نايم يعني نومة قيلولة، قال إني نويت نمت القيلولة، وهو نايم القيلولة بيقول لك انتبه إذا أمامي أسد، يعني هو انتبه إن في فجأة لقى قدامه أسد، فانتفض. فقال الأسد، الأسد بيتكلم، فقال الأسد لا تخف أنا رسول ربك عز وجل إليك. الأسد قال لك كده لا تخافش أنا رسول من ربنا إليك. اعلم، الأسد بيكمل كلامه، اعلم أن معاوية الرحال من أهل الجنة. أم عوف قال له قلت ومن معاوية الرحال؟ أول مرة يسمع الاسم ده، ومن معاوية الرحال؟ قال له هو معاوية بن أبي سفيان. يلا دي إيه دي أفشخانة كده. معاوية ضرب عوف بن مالك على قلبه وخلاه يحكي هذه الحكاية عشان يقول لهم إن معاوية من الأولية ورضي الله عنه وأرضاه، وإنه من أهل الجنة، وجات البشرى بكده. وهذا في الكتاب اللي بنقول سفن ابن ماجة، كتاب الشريعة. تمام، سنة ابن ماجة، عفوا، كتاب الشريعة. وكان معاوية رجلا له وزن ووجود في حل الخلافات الطائفية المسيحية المتنازعة بينهم، يعني كان دايما لما اللي هي الطوائف الكبرى، البروتستانت، الكاثوليك، الارثوذكس اكتر ايامها الكاثوليك، والكنائس، رجال الكنائس ورجال الدين المسيحي، كان معاوية عندهم له قيمة وشأن، وكان جاؤون اليه ليصلح بينهم ويفك هذه النزاعات. يقول لك وكان رجل له ووجود في كل الخلافات الطائفية المسيحية المتنازعة بينهم، كان يكون هو الحكم فيها لمكانته الدينية المسيحية المرموقة بين النسطوريين واليعقوبيين، ودول الطائفتين اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب، مكة والمدينة، وبعدها في دول الشام وما بعدها، وبعدها كانوا الطائفتين الغالبيين. فبيقول لك إن معاوية كانوا كل رجال الدين بتاع الطائفتين دول بيقولوه وبيقدروه بصفته رجل دين مسيحي له مكانة مرموقة في المسيحية، عشان كده بيلجأوا له الأمور الصعبة اللي بين الطائفتين دي والخلافات، وكان بيحلها. تانية، في كتاب المعرفة والتاريخ أضاف بقى معلومة عشان يوضح لنا بقى أنه قاعدين يقولوا كنيسة معاوية، كنيسة معاوية، كنيسة معاوية، قال لك أن المسجد، هناك مسجد بجانب الكنيسة تماما، بل يشتركوا في سور واحد، يعني مش بعيد عليه معاوية أنه يروح المسجد، يعني مش ما فيش مسجد موجود، ما فيش الكلام ده. قال عبد الواحد كانوا يصلحون مصاحفهم، عن القراء المسلمين والصحابة كانوا يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس
وهم جلوس على درج كنيسة معوية، على درج يعني درجات السلم، على سلم معوية، القراء اللي بيقروا على قراءة عطية ابن قيس كانوا بيقعدوا يراجعوا قراءاتهم مع بعض ويصلحوا الكلمات والكتابة والألفاظ وهم قاعدين على السلم بتاع كنيسة معاوية اللي هو لازق في المسجد. حاجة معروفة ومعترف بيها ومحدش يقدر يتكلم. أهو بيقول لك في كتاب المعرفة والتاريخ تاني أضاف إن المسجد كان لازق في الكنيسة بجانب الكنيسة. شوف بقى التقيل الكبير ده بقى اللي محدش يختلف عليه يمكن. عن سعيد بن المسيب، إيه السنة هيختلف عن سعيد برضه؟ عن سعيد بن المسيب يقول: مرض معاوية مرضه الذي مات فيه، يلا. فدخل عليه طبيبه النصراني، كان طبيب معاوية نصراني، كان بيحرص على النصارى وعلى النصرانيين وعلى الديانة المسيحية، وهيجي كمان ما هو مفاجأة رهيبة ليه. فدخل عليه طبيبه النصراني فقال له معاوية، بقى بيقول للطبيب: ويلك، ما أراني أزداد من علاجك إلا علة ومرض. يعني زعلان منه وبيزعله، بيقول له: إيه حكايتك؟ ويلك، كل ما بتديني علاج العلاج بيزودني تعب ومرض أكتر، مش شايف يعني إيه نتيجة. المرض الذي أقعده ومات فيه، بيقول كده عن يعني الأيام الأخيرة، اللي هو المرض اللي أقعده ومات فيه. فرد الطبيب بيقول له: إيه، والله ما أبقيت في علاجك شيء أرجو به صحتك إلا وقد عالجتك به. بيقول له: ما فيش حاجة أنا أعرفها ودواء أرجو بيها صحتك إلا عملتها معاك وعالجتك بيها، غير واحد، غير حاجة واحدة بس عندي بعملها مع اللي حالته بتبقى مستعصية كده وبتجيب الشفاء على طول. والدكتور النصراني كان خايف أو مكسوف يعرضها على معاوية، فبيقول له كده: غير دواء واحد فإني أبرأت به جماعة، يعني أنا استخدمته مع ناس وخفوا، فإن أنت ارتضيت عالجتك به. قال له: هقول لك عليه، إن رضيت أعالجك به. فقال له معاوية: وما هو؟ قام الدكتور الطبيب النصراني ده رد وقال له: إيه؟ صليب عندنا، صليب عندنا، ما علقته في عنق عليل إلا فاق، ما حطناهوش وعلقناه في عنق أي واحد عليل أو مريض إلا ما خف وشفيه. فقال له معاوية: ائتيني به. فعلقه في عنقه فمات في ليلته، مات وهو معلق في رقبته صليب ذهب. وارتضى لما قال له الطبيب ذلك، ارتضى وقال له: ائتيني به، وعلقه ويقوله فمات في ليلته. يعني زي ما بيقول كده في الشرح، يعني معاوية وهو معلق صليب من ذهب على صدره. قال الأحنف، الأحنف شيعي يا أولاد ما بتعتبروش بيه برضه. قال الأحنف: سمعت عليا يقول، علي بن أبي طالب: لا يموت فرعون حتى يعلق الصليب في عنقه. كانوا بيوصفوا معاوية بأنه طاغية، كانوا بيوصفوه بأنه زي فرعون، كانوا بيقولوا أقاويل وأحاديث عليه منها، أو بعد ما مات بقى اتطلع لسانهم سواء اتقالت أو ما اتقالتش ما نعرفش هم بيقولوا. فبيقول لك: قال الأحنف: سمعت عليا يقول: لا يموت فرعون حتى يعلق الصليب في عنقه. طبعا فرعون بتاعنا اللي هو بتاع فرعون، فرعون موسى، ما كانش بقى فيه لا صليب ولا الكلام ده. هم بيقولوا على فرعون الامه بتاعتهم، فرعون الامه الاسلاميه: لا يموت فرعون حتى يعلق الصليب في عنقه. فدخلت على معاويه وعنده الطبيب والاسقف، ده الاحنف اللي بيقول دخل على معاويه وعنده الطبيب والاسقف وهو معلق الصليب الذهب في صدره. فقال: دواؤنا ما وجدنا له راحة إلا كما روحنا إلى الصليب. يعني كل الأدوية بنستعملها ما لقيت فيها راحة ولا تعب إلا كما روحني الصليب، يعني زي ما ارتحت لما بعلق الصليب أو لما بستخدم والجأ للصليب. بنفس المعنى كاتب هو في الحاشية في الشرح، أي أنه كان لا يرتاح إلا بوضع الصليب على صدره. ما نعرفش بقى يبقى كده معاوية مسيحي ولا كده بيتك بالصليب، ولا اهو اهي روايات والكتب واسمائها يعني والمراجع والناس دي من اللي المراجع معروفة اسمائهم. احنا مالناش دكتورة. دعوة، عشان لا يبقى يهودي احنا مالناش دعوة، احنا بنورد هذه هي المراجع اهو، الاحناف، ووصلت كمان لابن سعيد، وصلت لعبادة بن الصامت، ورواه وابن ماجه. اكتبوا اسم الكتب انا قلته وش موجودة، ولا احنا بنلل على حاجات فاضية.
في كتاب تاني بيقول لك اسمه في التعجب لأبي الفتح الكراجي، كتاب كده في التعجب لأبي الفتح الكراجي، أن معاوية لم يمت إلا وهو يضع في صدره صليب ذهب أخذه، شوف التحديد بقى فين، أخذه من كنيسة يوحنا وعلقه في عنقه، كنيسة يوحنا اللي هي معروفة في دمشق سوريا، وعلقه في صدره. طيب حديث بقى للرسول عن البلازري، عند البلازري في التاريخ الكبير، شوفوا برضو موجود البلازري ده ولا وحش. حديث للرسول عند البلازري في التاريخ الكبير، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كنت جالس، شوف ده حديث موثق على فكرة في الصحة، كنت جالس عند النبي عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة الكبار، أسلم قبل أبوه نفسه، كنت جالس عند النبي وقال النبي اللي بيقول يطلع عليكم رجل من هذا الفج يموت، ويوم يموت يعني يوم ما هيموت يكون على غير ملتي ويحشر على غير ملتي. فالتفت، يعني عبد الله بن عمرو بيقول خفت لأن أبوه كان متأخر، فقال لك أحسن يكون عمرو، فالتفت فلقى اللي طالع معاوية، وهذا الحديث صحيح مكتوب عليه صحيح. نقوله تاني، حديث للرسول عند البلازري في التاريخ الكبير، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كنت جالس عند النبي وقال يطلع عليكم رجل من هذا الفج يموت، ويوم يموت يكون على غير ملتي ويحشر على غير ملتي، فالتفت فطلع معاوية، يعني الرجل ده طلع معاوية. حديث أحمد بن صديق الغماري، برضو تعرفوه الراجل ده ولا أي كلام؟ حديث أحمد بن صديق الغماري في جؤنة العطار، ويقول هو حديث صحيح على رأي مسلم، فنبقى دخلنا بقى في مسلم والحاجات دي، يقول هذا ينفع يبرر كل شيء وكل قبيح من هذا الطاغية، بيقولوا على معاوية من هذا الطاغية قبحه الله ويقضي على كل ما يموء به ويموه به المموهون في حقه. يعني بيقول لك مسلم اظن يعني السيره دي والكلمات دي ما عادش فيها كلام، بيقضي على كل واحد ولا كل واحده بتحاول ترفع شانه، او بيقولوا رضي الله عنه وارضاه، او امير المؤمنين او خال المؤمنين، بيقول لك بيقضي على كل هذا وبيكشف كل قبيح منه ومن فعله في نظره هو، قبحه الله ويقضي عليه وعلى تمويه، يعني بدعاء عليه. ويصف معاوية بأنه لعين، ده في مجمع الزوائد الجزء الخامس، بيصف معاوية أنه لعين ملعون وتركته ملعونة، في مجمع الزوائد الجزء الخامس. في مخطوطات تاريخية بقى، تاريخية اللي هي مش كتب يعني ايه أحاديث أو إسلامية والكلام ده، في عالم أو مدون اسمه روبرت هولين في كتابه الإسلام كما رآه الآخرون، في مخطوطة مهمة من إحدى المخطوطات أو الحوليات المارونية المعاصرة الموجودة لفترة معاوية، تحدث عنها الباحث المصري أحمد رسمي في مقالاته، وكان بيقول قتل ابن أخت معاوية وحذيفة كما تم ذبح علي وهو يطير في الحيرة، فذهب معاوية للحيرة، يعني ذبحوا علي وابن أخت معاوية وكان في الحيرة، فمعاوية خد بعضه وراح للحيرة، راح للحيرة، قال إيه؟ أخذ بيعة من أهل الحيرة سنة 658 من جميع القوى العربية هناك، مسلمة مش مسلمة أكثر من ده كله، وجعلوا معاوية، نعم كتب دي من الإسرائيليات، طيب ما تبقاش تقراها، وجعلوا معاوية مسلم من الإسرائيليات، والأحنف كان كاتب في الإسرائيليات. إحنا لما قلنا مخطوطة مارونية قلت اهو مخطوط غير اسلاميه في التاريخ ذكرتها، لكن اللي قلت ده هو كله كان ابن ماجه ومسلم والاحنف ابن قيس وعباده بن الصامت، دول اسرائيليات برضو. هذه الكلمات الاخيره اللي بقولها نعم من مخطوطه تاريخيه غير اسلاميه مارونيه بتقول كده، اللي قلته كان من الاحاديث ومن كتب السنه والصحاح. راح معاوية تلقى سنة 658 من جميع القوى العربية هناك،
يعني من جميع القوى العربية هناك، اللي مسلمين غير مسلمين، كل العرب اللي هناك. عمل إيه بقى؟ جعلوا معاوية ملكا هناك، قبلوه واستقبلوه أحسن استقبال كأنه ملك، ونصبوه ملكا. فين نصبوه ملكا؟ في الجلجثة. في حد بقى ما يعرفش الجلجثة؟ في حد ما يعرفش الجلجثة؟ نصبوه ملكا في هذا المكان، وهي مكان صلب السيد المسيح، ما عارفين. فانظروا إذن إلى ما كانت معاملة بينهم، واعتزازه بهذا، واقتدائه وتفاخره المعلن. كان فرحان قوي بوجوده في المكان ده وحرصه عليه، وأخذ البيعة هناك وصلى هناك، وذهب إلى الجثمانية كمان، اللي هو الحقل أو الغيط اللي كان بيروحه السيد المسيح، وذهب إلى قبر السيدة مريم المقدس يقال وصلى به. سقى معاوية، دي بقى مش من الإسرائيليات يعني، دي في واقع ومعروفة لغاية عهد عبد الملك بن مروان. سقى معاوية الذهب والفضة باسمه، وأبعثهم لملوك أريحة وشعبها والمناطق التي حولها في فضة، ورفضوا العملة لأنه لم يصق عليها الصليب بجانب اسمه. يعني رجعها له وقالوا له لا احنا كده زعلانين، وما ينفعش، مفروض انك تصق الصليب على العملة، يعني تنقش نقشة الصليب على العملة جانب اسمه. ففعلا رجع هذه العملات وصقها من جديد وحط الصليب بجانب اسمه، وفعلا تجد زي ما قلت لك العملات الإسلامية والدينار أو الدرهم الإسلامي إلى عهد عبد الملك بن مروان عليه نقش الصليب، وهذا موجود إلى الآن برسوماتها بنقشها، تجيبها من أي حتة كده هتلاقي نقش الصليب عليها. ولم يضع التاج، ما حطش تاج الملوك زيادة أو إمعانا في التقوى المسيحية، ولم يجعل عرشه ومكان حكمه كما كان مثلا في مكان مقدس كمكة أو المدينة أو الحاجات دي، بل في دمشق بجانب كنيسته التي بناها والتي أسماها اعتزازا كنيسة معاوية جانب كنيسة يوحنا، يعني عمل نفسه زي القديس يوحنا المعمدان، كنيسة عفوا يوحنا حبيب المسيح أو يوحنا المعمدان ما عنديش فكرة، أو المهم زي كنيسة يوحنا، تبرك بالقديس يوحنا وكنيسته فعمل كنيسة بجانبها وسماها كنيسة معاوية. وإلى الآن هناك عملات ذهب وعملات فضة، بل بالعكس في الحمامات اللي كانوا بيروحوا يستحموا فيها زمان والكلام ده، إلى الآن في سوريا منقوش عليها الصليب ومكتوب عليها بجانب الصليب أنشئت أو عدلت في أيام عبد الله معاوية أمير المؤمنين من سنة 726 ميلادية، اللي هي 42 هجرية. تقولوا بقى معاوية مسلم، تقولوا معاوية مسيحي، تقولوا زي ما بيقول علماء المسلمين لا نحب أحمد بن حنبل لا نحبه ولا نسبه، زي ما بيقول العلماء التانيين طاغوت الأمة وجبار الأمة وفرعون الأمة، وزي ما بيقول التانيين هلك طاغيهم، زي ما بيقول كثير من العلماء من ضمنهم الكوبيسي وعدنان إبراهيم إلى الآن ترك تركة ملعونة نعاني منها إلى الآن، وهذا كلام علماء المسلمين، كتب أحاديث صحيحة، كتب ورواة محدثين ومعروفين، وهو بالإضافة أيضا إلى روايات تاريخية، إن كانت الأحاديث بنو العباس فيها زورها، في هناك روايات تاريخية، ولمن أراد أن يقرأ ويعتبر هو حر، واللي يرمي دول كلهم في الزبالة وعلى دماغه ماشي هو حر، لا يعنينا في شيء، وإنما هي حق مدونة من كل في الأحاديث والسنة وأصحاح والتاريخ الإسلامي والتفسير وفي التاريخ العادي والإثباتات التاريخية والمخطوطات التاريخية وفقط. ونحن نقل ونوضح، اللي عايز يبحث ويدور أهلا وسهلا، واللي مش عايز يريحنا وريح نفسه ويقعد في حاله بس، ولكن لا يتهمنا أحد بالكذب، لأن اللي بيتهمنا بالكذب هو اللي كذاب، هو اللي مضلل، هو اللي بيستعبط على نفسه. هذه موجودة في كتب وفي ورق وفي أحاديث ذكرناها وذكرنا أساميها، وهناك الأكثر منها الذي لا يسع الوقت. طيب شكرا لك دكتورة، يعني صراحة موسوعة، أنت موسوعة، يعني أنت كنز معلومات نقدر نستفاد منك في حلقات أخرى، يعني إحنا عاوزين
تستلمين مرة تستلمين الشيعة، مرة السنة، مرة المسيحيين، مرة اليهود، حتى ما يطلقوا أي لقب عليك. تستلميهم كلهم لا عشان لا، ده الشيعة دول، الشيعة دول دمهم خفيف، لو استلمنا حتة منهم كده نقعد نضحك ونقعد نقول كتير. احنا بنقول دايما على الفئة اللي هي في أماكن احنا تعتبر أكثر انتشارا، ولو جبت لهم صفحة من الشيعة يقول لك ده كفر، احنا بنقول عليهم كفر بنعتبره. ده احنا بنجيب كلام كله سنة وعلماء سنة وكتب سنة، ولسه أول واحد دخل، واحد قال لك أنتوا شيعة، والتاني دخل قال لك ده إسرائيلية. الكلمتين السهلين اللي بيروحوا رامينهم وجاريين، يا عم هم مش إسرائيليات، يهوديات، أنت اقرأ وابحث وتأكد، عجبك عجبك، ما عجبكش مع السلامة. احنا شايفيننا هنا ماسكين ايدين الناس ولا عينيهم، بنقول لهم لازم تبقوا كده، لازم تصدقوا كده، لكن احنا بندعو من يرغب في المعرفه ان في حاجات اهي، اقرا اتثقف شوف وجهات النظر. واللي عايز بقى يكفر عدنان ابراهيم ويكفر القبيسي ويكفر ابن حنبل واللي هم قالوا على معاويه كذا، يبقى يروح برضه يقول لهم الكلام ده، ما يجيش بقى يقول لنا احنا بنذكر ما حدث، لسنا مبتدعين. طيب، شكرا جزيلا لك دكتورة. مش عارف عندك وقت ناخذ يعني مداخلات ولا أسئلة ولا؟ أوي يعني، بس يا ريت حبة خفيف كده لأن الصداع مش أوي. أهلا طيب، احنا وسهلا. مش حناخذ كم مداخلة، وكل واحد عنده فقط سؤال واحد، وممكن واحد أيضا بالشات يسأل. طبعا الأسئلة الشخصية أوي أوي. ممنوع، تخصكم هي شنو إيمانها الدكتور، هذا ما يخص أحد، ما يخص إلا هي ليهم نفسها. يسألوا أسئلة شخصية، لو في حد عايز يتجوزني فيهم يجي يسألني عادي، ما فيش مشكلة. الأسئلة الشخصية دي هتعنيهم فيه. لو حد طالب ايدي ممكن يعني عادي، لازم يطلبها مني. ما هو اللي هيسأل اسئله شخصيه ده اكيد كده اكيد يعني، فمش فاهمه يعني ايه ده. طيب، الله يكفر. ماشي دكتور، دمك زي العسل. طيب، يسلم. خلينا نشوف طبعا عندنا حلقات ايضا عن صحابه اخرين، سواء شايفين انتم على القسم الشيعي او كتير. القسم السني، نحن عندنا كله في الالحادي سواء، ما تفرق معانا يعني اي دين واي مذهب واي طائفه، كلهم عندنا واحد، يعني ما عندنا. لا أنا مش، لا أنا مش تبع، لا أنا مش تبع الحاد، أنا بنقد الأشياء التي أرى أنها دست عين على الإسلام، والتي هي أصلا جاءت من إسلام سياسي وحكم وتزوير، ويلا وماله تعالى، وحكم في واحد وتزوير طلب ايده دكتوره. وتلفيق. لابد وأن هو هيجيب لي نفسه مشاكل كده، لابد وأن ننقي الحاجة ونصل إلى الحقيقة. اما الاخوه الملحدين فتحت دماغنا وتحت امرنا طبعا، ومن حقهم برضو ان يعرفوا وجهات النظر من هنا او هناك، ولكن نحن نقول ايضا على الاخرين اللي يعني زي ما بنقول الدنيا السايب في السايب عندهم، ومتوليهم او عاطين دماغتهم لمجموعه من الارهابيين فكريا وفعليا وكذبه، وها هي كتب المسلمين وكتب الصحاح والكتب العلماء الأجلاء والكبار الذين هم نفسهم يعتبرونها تقول الخلاف، ويخفون عنهم الحقيقة كي يضللوه وكي يعملوا على سلطان قوة ومكسب أكثر ولا أقل. طيب، تفضل. صراحة مكسب كبير، عندك معلومات ليس في علم النفس فقط، أيضا في الإسلاميات، وهذا الشيء يعني يطمعني ويشجعني أنه أطلب حلقات أخرى معك، لأنه أسلوبك جميل وسلس، والناس الله يعافيك. الله مرتاحة يعافيك. فيها يعني، وماخذين مثل ما يقول مبسوطين. أنا شايف التعليقات يعني 95% من لا الناس وبعدين مبسوطين. القناة الوحيدة اللي جاي لي منها، جاي لي منها عام، انت بتجيب لي كده عرسان، لازم اجي بقى وافرح كده بقى، لازم يعني ناس ما بتبعث أنت على التفاؤل. حد طيب؟ لسه صغيرة، لسه صغيرة وجميلة، ألف مني أتمناكي دكتورة. لا لا، الواحد انا يكون هنا اجوز الشرف. لهم لوجي بقى حفيدتي. الله. طيب، إذا في أسئلة أنا خليت الرابط. الدكتورة يعني ما نقدر نطول خلاص أكثر من تفضل نص ساعة، تفضل. ماكسيموم ثلث ساعة، إذا في لا آه
نرمين تقول أبو الحكم ارحم الدكتورة، صار ساعتين ما أنا سألتها يا نرمين، يعني أنا ما أفرض عليها، يعني سألتها إذا كان الحقيقة صدقيني يا نرمين، أنا النهاردة من بداية اليوم مصابة بدور برد مسبب لي صداع من الإرهاق كتير، بس طبعا مش ممكن أعتذر عن المداخلات، لأن أول حجة هتتقال هيقولوا ده رمت المعلومتين المتلفقين الإسرائيليات اللي عندها وهربت من النقاش، وأنا أرفض كده، بالإضافة إن أنا بحب أقعد معاكم وبحب أتكلم معاكم، ولما كنت تعبانه واتكلم معاك ان انا مرتاحه جدا. حبيبي حبيبي استاذ التاريخ بتاعنا كله سيد سلام طيب كله طب وانا اوعى تقول هند بنت عتبه يا دي النصيبه طيب طبعا منورنا سام وجميع الموجودين، يعني اذا في احد عاوز يعمل مداخله عندنا وقت قليل، كل واحد عنده سؤال وادخل طبعا شخص كمان يعمل سؤال ممكن سام ويسأل. يعمل قوي، وممكن سام كمان يعمل مداخلة هيضيف لنا كتير جدا جدا جدا، يعني انا بعتبر أتمنى مداخلاته يعني كنز بالنسبة لي يعني. هو وباسل نرمين، أي شخص حابب يعمل طبعا مداخلة الرابط نزلناه، طبعا أتمنى تكون مداخلات قصيرة حتى ما نثقل على الدكتورة، مثل ما حصل عند أليكس، كان يدخل شخص شخص يسأل ويطلعوا، وكان التنظيم كويس، عجبني اللي عمله أليكس، وإحنا طبعا ماشيين على هذا المنهج ايضا حتى لا يدخل كل الناس، طبعا يعني انا اشاهد مرات قنوات يدخلوا 9 9 وكل واحد داخل ببعضه وما تعرف مين يسب مين ينفعش يناقش مين، يعني ينفعش شوي لازم يصير فيها هفطس منهم تنظيم. هفطس منهم خالص، ما ينفعش كده. سؤال من صفاء يقول لي لماذا اختاريتي معاوية؟ تمام، سؤال جميل جدا جدا جدا، وبشكرك على السؤال ده، وكنت أتمنى إن الحلقة ما تخلص إلا لو حد سألني السؤال ده جدا. يا حبيبتي احنا فين بس نيجي فين، ده احنا كده تلامذة، ده احنا فلبينيات يعني جنبك، ازاي الكلام ده؟ عفوا يعني يعني ما اقصدش فلبينيات روبي اي انت تحيز، ما بس تسوين احنا يعني مداخلات، بس اريد الشاسه تجين وتسوين مداخله حتى قطبين من الاعلام يكونوا مع بعض، يعني لا لا فتشي لا لا ما فيش مقارنة، لا 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 يعني. لا، ده انا ارفض، لا ارفض انا كده، ما فيش مقارنة انا فين وهي فين، ده استاذتي دي. لا ده اثنينكم كل حبيب واحد قلبي في اجاوب على مجاله. السؤال ونتكلم، اتكلم اجاوب على السؤال الجميل الاسير ده، وبشكر اللي سأله جدا. اخترت هو مسلم على معاوية او فكرة، زي ما انا قلت، لان انا هو مسلم نفسي على فكرة، ايوه. طب ومن ما احنا مسلمين كلنا، ومان اخترت معاوية حبيبي لان انا نفسي كنت في حياتي الاولى اعاني لغط كتير بينه وبين عمرو بن العاص. هقول لك كلمة حقيقية، يعني انا كنت دايما حتى وانا صغيرة كده، انا طول عمري طبعا وبدليل حرصي على دراسة والتخصص في علم الاديان ومقارنة الاديان والكلام ده، ده يدلك على ان انا راغب عمق في هذا العلم او هذه الدراسه وهذه المعرفه بعمق لرغبتي اللحوحه في ان اكون على حقيقه بقدر الامكان، يعني حسب وجهه نظري. كان دايما عندي عله بالنسبه لعمرو بن العاص ومعاويه، ما تعرفش ليه، ما كانتش المعلومات مكتمله قوي زي دلوقتي، عارف الواحد كده اللي تقول لك انا بستظرفه، وفي حد كده من على بعد حتى لو جبت سيره اسمه تبقى حاسس بالتقل وكده، فهذا كلفني كثير كثير من البحث جدا. وفعلا معاويه شخصيه عليها تضاربات كتير، عليها اختلافات لم تنقل لنا من اهل السنه والجماعه، لم ينقل لنا معظم الصوره الكامله على الصحابة للأسف بصورة صحيحة، نقلوا لنا أن الصحابة مقدسون، الصحابة عدول، أطفوا على الصحابة واتهموا، أنا بسميها اتهام، اتهموا الصحابة بكمال هم نفسهم الصحابة لم يدعوه، وهذا ما خلط المفاهيم، وهذا ما استأثروا به عقول الناس لتجيلهم، لأن في فرق كبير قوي لما تعرف أن الشخص ده زيك زيه، تقدر تتكلم عليه براحتك، تقدر تبحث في التاريخ عليه، تكتشف غلطاته، تكتشف حسناته، بيديك أريحية في التعامل، بيريح نفسيتك، ما تبقاش دايما مشدود، ما تبقاش دايماً
دايما مرعوب، ما تبقاش دايما كل الأماكن مغلقة عندك، بالعكس صدرك مفتوح، كل التاريخ مفتوح قدامك، كل المناقشة بأدب وباحترام مفتوحة قدامك، ومن أخطأوا فيهم تستطيع أنت تصلحه مع نفسك. هم كان لهم الدين في أوائل الأمر لم ينقى من الشوائب، كانوا يمتازون بعادات جاهلية وعادات بدوية، صبر عليهم الدين والإله والرسول فترات حتى يحسنوا من نفسهم. أنت الآن نقي ونظيف، لا تشرب الخمر ولا يجهدك البعد عنها، لا تتزوج المتعة ولا تقر ولا يجهدك في ذلك، لا تتعامل بالربا ولا يجهدك ذلك، فأنت مصفى. لذلك حدث عنهم قل فيهم كأشخاص هم بحقيقتهم حقيقين عاديين، لا قداسة لهم ولا حصانة فارغة ولا هالة غير طبيعية تستطيع أن تعرف حقيقتهم. لذلك معاوية كان من الشخصيات التي عليها خلاف كثير، أفعاله كانت تؤذيني أنا، كانت لا تشجعني أن أقول هذا خليفة مسلم، هذه أفعال ما أبتغيه في الحاكم المسلم. معاوية لو مثله الآن هيتقام عليه مظاهرات وبيبقوا أقل منه ويصلون ولا يشربون الخمر أو وتعيبون عليهم هكذا وكذا، فما باله معاوية في الصدر الأول وهو كان من الصحابة الأولين من المفترض. لما لا نتحدث عنه بحرية؟ لما لا نقر هذا وأن هذا لا يكون حاكما إسلاميا، لا تساويه بعثمان، لا تساوي معاوية بمثلا عمر، لا تساوي معاوية بعمر عبد العزيز نفسه كثير لا نتكلم. فكان في هناك لغط كثير في معاوية وسلوك معاوية وطريقة معاوية ما ذكرناش منها إلا القليل، ومن حق الجميع أن نذكر كل المصادر، أن نذكر كل الحقائق التي قيلت عن الشخصية سلبا وإيجابا، لكل واحد بقى عقل يفكر ويختار ويعقل اللي يعقله ويقارن التصرفات. ده تاريخ ليه نطمسه؟ طمس الحقيقة ليس من القوة وليس من الثقة في الدين، نطمس الحقيقة. شكرا لي. شكرا لك دكتورة. وأنا حبيت أيضا أهلا بك سام، حنرجع لك بعد لحظات، فقط حبيت أوضح عنوان الحلقة اسمها صحابة حول الرسول. إحنا لما نورجي الصحابة اللي كانوا حول الرسول تعرف، لما تعرف مين من كان يخالل من كان يصاحب تعرف من هو محمد. لذلك إحنا نوريكم الصحابة اللي بأطرافها بكل الأشياء اللي مروا بها حتى تعرفون وكيف كان يتعامل معهم، كيف كان يقابل حسناته. تعرفين مين أصدقاء أحمد سامي، تعرفين من هو أحمد سامي. فلذلك إحنا نجيب أصحاب الرسول حتى تعرفون مين كان أطرافه، يعني مين كان معاه. طبعا بدون ما نتجاوز، فقط نشرح حقائق كانت موجودة. لذلك أنت عاوز تنتقد، انتقد التراث ولا تنتقدنا إحنا. إحنا نجيب شغلات من التراث موجودة بدون ما نتجاوز، بدون ما نسب، بدون ما نغلط. فأنت التحليل والدفاع تقدر تطلع في حلقة فن، حلقة الدكتورة اللي تتكلم بي عن معاوية، مثل ما احنا عملنا ايضا، اخذنا من قنوات إسلامية وفندنا بعض الاشياء اللي تكلموا فيها الامور باسلوب عصري. يعني الافكار عمرها يعني ما تلتقي، يعني افكارك انا مختلف معاك لكنه لا اشخص ولا اغلط، لكنه أشرح الأمور اللي صارت قديما وأنت جاوب قل هذه المصادر غلط، كلامها في هذا النقطة غلط، وهذا الشيء جيد. يعني من الطرفين يكون نقاش وجواب بس بدون شخصنة. المشكلة لما تبدأ بالشخصنة، هذا ضعف من الشخص لما يبدأ يشخصن مع الدكتور. أنت شو خصك فيها؟ تكلم عن الشيء اللي تكلمت، تقول أنت غلطت في هذه النقطة، في هذه النقطة أنت غلطت، في هذه النقطة، في هذه النقطة، وجيب دلائلك. وأنت لما شخص يشوف ضعف موقفك، لأنه أنت تحاول تتفه من المقابل في سبيل تبعد الفكرة. إحنا الناس عاوزين يعرفوا أنت شو رأيك بالكلام اللي انقال، شو خصك بالدكتورة شخص معه ولا توري صور مسيئة إلى هذا الشيء، يسيء الشخص اللي يعمله صراحة.
لأنه قليل الحيلة، ضعيف. أنا ما عنديش صور مسيئة، ما عنديش صور مسيئة، وما فيش حاجة بتسئني مني، وما فيش حاجة بتخوفني، وما فيش حاجة بترعبني، وقاعدة بصورتي، وقاعدة بكلامي، وقاعدة باسمي وصفحتي قدام الكل، ولا حاجة. واللي بيعمل كده أو بيعتقد إن في سيئة، أو اللي شكلي مش عاجبه، عادي بقى طبيعي، أنت برضو شكلك ما يعجبنيش، ومش كل الناس بتحوز على إعجاب من الجميع البشر، ده حتى الإله في من أنكر وجوده أصلا، فما أنتش يعني الفط اللي الناس هتديك أو هتسمع رأيك أو حاجة. وبعدين أنا أو غيري، أنت مالك ومال اللي بيتكلم؟ يهودي، كافر، ابن كلب، رقاص، طبال، بيعمل، أنت لك المعلومة. هل هذا الكتاب الذي ذكرته وهذا الحديث لم يذكر فيه أم لا؟ لكنك تطلع تقول الكتاب ده أنا بعترف به أو ما بعترفش، المعلومة دي بقت صحيحة ولا لا، أو ما كانتش صحيحة زي ما أنت بتقول، هات لنا المعلومة الصحيحة والسند الصحيح. أما تطلع تهبل وتهوش وحلوة وكخة ورقاصة وعاملة فيلم سكس، كل ده كلام تافه، ولا يقدم ولا يأخر ولا يهزنا رمش، بيثبتش غير فشلك وجهل من يتبع هذا الاسلوب. عندك في علماء من اليهود بينتقدوا الدين الاسلامي، انت نفسك في ناس من المسلمين بيمسكوا الانجيل ويشرحوه، ولا حد يقول له انت متجوز ولا متطلق، انت بترقص ولا بتفنس، سيبك من الاونطه دي كلها، ده دجل تافه لا يفعله الا التافهون. عندك رد عن الكتب اللي احنا قلناها مش موجوده، اساميها غلط، الاحاديث اللي ذكرت فيها دي لا، طلع لنا الصفحه وان هي ما فيهاش كده، الكتاب ده ما فيهوش كده، عندك مصادر تانية، هو ده حتى اللي هنسمعه منك. أما أنت كلك على بعضك، شكلك، بنطلونك، لباسك، مش عارف إيه، لا يعنينا في شيء، ولا يلفت نظرنا، ولا بنشغل بالنا بيه، ولا بغير كده. يعني ارتاحوا كده خلص من المواضيع دي معايا أنا تحديدا يعني. طيب شكرا لك. يعني أم داعي عليه اللي يحاول يتجاوز معك، يعني خلاص انت ما ادري يعني تقدري تجاوبيه وتوقفي عند حده. خلينا ما نطول على سام. اهلا بك سام. الدكتوره حابه وانا ايضا اسمع مداخلتك في موضوع الحلقه، اذا عندك شيء تضيفه او عندك سؤال للدكتوره تفضل. لا هو انا بس جاي اسلم عليك وجاي اسلم على الدكتوره، ما يعني دايما بحب اشوفها، لازم اجي اسلم عليها واقول لها ان احنا بنستفيد كتير قوي من حلقاتك، وطبعا النهارده حاجه عظيمه جدا. يعني احمد زكي الله يرحمه في فيلم البيضه والحجر كان قال مقوله جميله جدا، يمكن تعتبر هي دي كانت الماستر سين بتاع الفيلم. أيوة. كله قال له ويل لامه انقلب عليها مثقفوها. فاحنا شايفين اهو يا جماعه زياده التطرف والمبالغه في القدسيه والمبالغه في الاحتفاء. صحيح. والمبالغه بيدي الطرف الثاني المثقف ان هو لازم يتجه هذا الاتجاه اللي هو طب خلاص بقى، يعني انتوا يعني هتزودوها، طب تعالوا خلينا نشوف ان عندكم الدنيا فيها ايه. فللاسف الشديد الاعتداء التطرف والمبالغه الشديده جدا من اللي حصلت من بدايه الصحوه في السبعينات هو اللي أدى أن الإسلام المعتدل يختفي ويختفي 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 ويختفي، ويظهر التطرف الشديد اللي بنشوفه دلوقتي، لدرجة أن احنا شفنا النهاردة قضية اسمها إهانة رونق الأزهر. إهانة رونق الأزهر، في حد يا جماعة في مصر هيتحاسب النهاردة بالتهمة دي، رونق الأزهر. فالنهاردة أنت تعتبر أنه رجل الدين الحالي ممكن اللي هو يعني انتقاد اسلوبه او انتقاد خطابه او انتقاد توجهه او انتقاد طريقه كلامه مع الناس هي نوع من انواع ازدراء الاديان، فما بالك بقى لما اجي ارجعك واقول لك طب ايه رايك بقى في الصحابه اللي عملوا كذا كذا كذا، اخبارهم ايه، حتى هتعمل معايا ايه. المشكله الكبيره في القصه دي ان الفتره بتاعه الفتنه الكبرى اللي بدات بمقتل عثمان وانتهت بمقتل علي بن ابي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم، وبعد كده ابن ابي ملجم، وبعد كده مقتل الحسين على يد عبيد الله ابن زياد، الفترة دي كلها وكان واضح فيها جدا ان الصحابة كانوا بيلعبوا سياسة يا جماعة، بيلعبوا سياسة، وكان المشكلة كلها هو من يسيطر على الحكم لا اكثر ولا اقل. ولما تيجي تشوف حتى الاحاديث اللي يعني انت تقول لهم يا جماعة في فئة باغية هنا، فئة معاوية كانت هي الفئة الباغية، يعني طبقا للحديث بتاع الرسول اللي بيقول عمار تقتله الفئة الباغية، طب ما هو الفئة الباغية اللي قتلت عمار هي فئة معاوية، ما هو ده مثبت. طب ايه
طب نعمل ايه؟ يعني نعمل لكم ايه اكتر من كده؟ لما يقول مثلا النبي هذا يراق بعضا من دمي، وكان يقصد محمد النفس الزكيه، وكان على يد بني اميه، طب ستحكمون بالعضد، ويجي بعد كده نلاقي ان الاول من يحكم بالعضد او يثبت حكم العضد هو معاويه بن ابي سفيان. يبقى الفئه أو الكلام هنا ايه؟ الكلام هنا ايه؟ الكلام هنا ان في هنا فئه باغيه، وان في هنا يقول لك مثلا انه علي بن ابي طالب ما كانش طامع في الحكم. لا يا سيدي، علي بن ابي طالب خاض 3 معارك حربيه لتثبيت اركان حكمه، الجمل وصفين والنهروان. في ايه المشكله هنا؟ ايه المشكله تتكلم على علي بن ابي طالب ان هو كان رجل سياسي، رجل سياسه في هذا التوقيت؟ ايه المشكله؟ ليه شايف ان الموضوع لازم لا يخرج عن المجال القدسيه؟ انت بتخلي يعني لما تقول لك مثلا ان طلحه بن عبيد الله و الزبير بن العوام تحالفوا مع السيدة عائشة ضد علي بن أبي طالب، ما كان ده إيه؟ ده كان صراع سياسي. أيوه. الله، طب أنت هنا، هتقول لي لأ ده مش، هقول لك الله، طب يعني خليني أقول لك، طب ما هم مش من العشر المبشرين من الجنة يا عم الحاج، مش كان المفروض يكونوا أكثر زهدا وترفعا عن هذا الصراع؟ ما تخلينيش أقول لك كده، قول لي أه إن هو بشر. يعني الرسول نفسه في القرآن بيقول، بيوصفه القرآن ويقول إيه؟ انما انا بشر مثلكم يوحى الي، انما ما الهكم كنت اله إلا واحد، بشر بشر اهو، رسوله، ما كنت إلا ما كنت بشر الا بشر. رسوله. أي اه نعم. أي كانت امي تاكل القديده في شعاب مكه، في ايه بقى؟ اكل الطعام وانكح النساء، يعني حتى ما كانت أمي امرأة تأكل القديد في أرض بالظبط. ولما جاءوا العبادله يعني سالوا السيده صحيح، عائشه كانت عما كان أمي يفعل امرأة. الرسول، وكان كيف كان يصلي، وكيف كان يصوم، وكيف كان يقوم الليل، فقال والله لنصوم كل الدهر، والله لنقوم الليل كله. فلما سمع منهم ده قال ايه؟ نعم. انما هذه سنتي، فمن اخذها فهو مني، ولم ياخذها فقد انتهى عني، وهكذا. فالمبالغه الشديده حتى من الصحابه كانت مرفوضه. انت لما تيجي بقى تقول لا ده هم كلهم عضول، ده كلهم رضي الله عنه، ده كلهم مش عارفين، طب ما انت كده هتخلينا ازود بقى، هتخلي اللي معاك ينقلب عليك، هتخلي اللي معاك واللي من جواك ينقلب عليك. لا يعني تقبل الامر يعني الواقع. وبعدين هتخليه يقول له ببساطة كده، هتقول له يعني اللي خانه، يعني واحد زي حاطب بن أبي بلتعة خانه وبعت للكفار عشان يوشي بيه، هو ده عدول؟ ده عدول مثلا مثلا اللي الثلاثة عشر، المنافقين اللي القرآن نفسه ثلاثة سماهم عشر فارسة، منافقين وهم كانوا صحابة، كانوا صحاب عدول؟ الثلاثة عشر فارسة لا، مثلا، اللي خاضوا في عرض السيدة عائشة واتهموها وأقام عليها الحد، ما هم صحابة، هم منهم دول حسان عدول؟ بن أنا ثابت، مش فاهمة الناس دي بتفكر بأنهي حتة. منهم حسان بن ثابت مثلا ومسطح، يعني. ومسطح طب بدري، الرسول بيقول اه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم. مسطح بدري طيب، وبلاش، وحمنة بنت جحش بنت عمة الرسول كانت نفسه، الشهادة الثالثة، واخت زينب زوجته. ف يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. اذا انت لم مش انت لم فاهمة لا لم يعني لم ازاي. يعني الوحي يا جماعة ما كانش بينزل غير على الرسول بس، طبقا للرواية الإسلامية ما كانش بينزل على الصحابة كمان. وفكرة ان هم يخطئوا ويصيبوا دي حاجة يعني حتى الحديث بيقول ايه؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ها هتعمل ايه في دي؟ هتعمل دي فيها ايه؟ هتقول لا برضه ده لا ينطبق على الصحابه؟ ازاي؟ يعني حتى انت لما تيجي تقول له طب يا عم الحاج، طب هم حتى في مش فاهم. يوم الخميس، يوم خميس الرزيه، يا راجل قالوا له ده دعوه فانه يهجر، هتعمل ايه في دي؟ ايوه دي في صحيح مسلم، هتعمل ايه في دي؟ على فكره ايوه الروايه بتاعت ما لا اشبع الله له بطنا بتاعت معاويه بن سعيد دي في صحيح مسلم بالمناسبه. واللي مش اي صحابي يعني. يعني ما اي بلا يعني يعتبر، هنقول ايه بقول تاني طيب؟ في الصحاح كلهم هم مش عارفين فاهمه، يقول هنجيب منين. فاحنا ليه ما نتقبلش، ان فكره ان الصحابه كانوا بشر وكانوا ممكن ان يخطئوا ويصيبوا، وانه ممكن يكون في يعني حتى كمان لانه معاويه بن ابي سفيان دخل زي ما حضرتك قلت يوم الفتح، عمرو بن العاص قبل الفتح بشهرين، خالد بن الوليد اعتقد قبل الفتح برضه بشهرين او 3. فالاسلام بتاعهم كان اسلام عقلي، كان واضح ان التفوق العسكري يعني يرجح كفه المسلمين، فبالتالي كان الدخول في معسكر المسلمين كان هو ايوه، الشيء المنطقي في معاويه الوقت ده وابو سفيان دخلوا علشان خلاص ما كانش قدامهم حيله، ما كانش قدامهم بالظبط. حيله. وابو سفيان ومعاويه وبني اميه كانوا طول عمرهم القبيله سيده الملك كده، راح منهم والرسول كان عارف بالظبط وكان كده، بالظبط. بيتالفهم، هو ما كانش ها بيتالف الا اللي عايزين، اللي عايز يثبت الايمان فيهم، اخذ المؤمنين ومشى، لكن كان بيتالف دول، وكانوا بيطلقوا وفكرة عليهم حتى الاخر التألف الى ده، الان بيطلقوا عليهم الطلقاء.
ولما حتى ليه؟ عمر لغى سهم بني أمية، لغى سهم، أنا آسف، لغى سهم المؤلفة قلوبهم. ايوه اي هل ده ما كانش ليه معنى عند الناس؟ مؤلفة. يعني يا جماعة الراجل كده يعني، ها احنا هنقول ايه؟ انكر ما هو معلوم من الدين بالضروره، ولا اجتهد وقال ان الاسلام قويت شوكته فلا داعي لمثل هذا السهم الان؟ طب ليه؟ طب ما هذه كانت سنه الرسول، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الفكره هنا هي فكره مصلحه الصحابه، هنا بيتعاملوا بمنطلق المصلحه اهو، ومنطلق ولي الامر اللي هو لازم يشوف مصلحه الرعيه، بغض النظر بقى عن فكره ان هم عايز مش يوفر شخصيه فلوس وشايف نفسه ان هو بالظبط. قوي. ايوه ايه بيوفر وهو المشكلة؟ قوي، مش ايه هنا يعني المشكلة يعني؟ ايه؟ رغم ان المؤلفة قلوبهم دي سهم نازل القرآن، يعني مش من سنة بس السبعة، من مستعملة السبعة، من صغيرة، السبعة ما... ده سهم وآية اه قائمة إلى آخر الزمان. الثمن من السبع والزكاة مصارف بتوع بتاعت الزكاة، الزكاة من ومصارف السبع الزكاة. مصارف، من السبع مصارف بتوع اي الزكاة. اي وبعدين حتى فكرة فيا انه بعد ما معاوية، اي بعد ما عمرو انقلب على معاوية وقال أين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي، ده ما كانش يديكو، ده ما كانش يديكو انديكيتور، دليل فعلا. كده ان فعلا العمليه كانت عمليه سياسيه كلها، وان فعلا معاويه كان هنا خارج على مش ولي الامر اللي مظبوطة. معترف أي بيه، مش مظبوطة. معترف يعني. يعني في ايه بقى؟ يعني يزيد قتل الحسين لانه رفض البيع عن طريق عبد الله بن زياد؟ طيب سب يزيد ولا تزيد؟ لا يا عم، راجل قاتل، راجل قاتل، وكان الحسيني كان شبه اعزل، قاتل، حصلت مذبحه كربلاء، مذبحه، لازم تعترف بكده، مفيش حاجه اسمها سب يزيد ولا تزيد، لا لازم تقول الكلام بحقيقته. وده مش ايه علاقه ده بالاسلام؟ ايه علاقه ده انه هيهدم الاسلام او لا؟ يعني ايه هنسبه؟ يعني ايه هنسبه ولا يزيد؟ يعني مش ما انا مش فاهمه يعني ايه سب يزيد ولا يزيد. يقول عليه كخ وحش، ما نقولش ده مجرم. مش فاهمه ايه كخه، بالظبط هي دي سب يزيد ولا بالظبط. زيد؟ مش فاهمه ايه ده. حتى الكلام اللي انت عارفه يا بيقولوه دكتور، كلام اهبل اهبل يعني كده. انا خسرت خمسه من اصدقائي من 15 سنه بسبب عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان، خمسه من اصدقائي، من اعز اصدقائي، لمجرد ان انا قلت يلا ان مع عمرو بن السلامه، العاص، لان يروحوا عمرو معاهم بن يا العاص سيدي، يروحوا معاهم، كانوا خارجين على ولي الامر، وكان يروحوا مع كان الحق مع علي. ليه؟ لانه لا، الصحابه ما حدش ينفع يقول عليهم غير ان هم كويسين. يا عم كويسين، انا ماليش دعوه هم هيتحاسبوا ازاي ولا ايمانهم ايه، انا مش بتكلم هنا على الايمان والكفر، ده ولا الحديث بتكلم عن الايمان الحديث والاحسان. موثق في كل الصحاح، في الستة الصحاح وأكثر. الحديث موثق بيقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني قال لما هترجعوا تضربوا رقاب بعض وتقتلوا في بعض، خلاص كده انتوا رجعتوا كفار. يعني ما تقوليش بقى علي ومش علي، كلهم قتلوا بعض وضربوا رقاب بعض، كلهم كفار بهذا الحديث، الا اذا انكروا بقى الحديث ده وقالوا ده الحديث ده وحش، والكتاب لا، اللي في والحديث الحديث ده الثاني كذاب واللي خاتم لما الحديث ده وجد بعض كذاب. من مش ده اصحابه، حديث عن الرسول؟ لما لا وجد بعض من اصحابه في النار، ووجد بعض المسلمين، كثير من المسلمين في النار، فتقال له ايه؟ انك لا تدري ما احدثوا من بعدك، انك لا تدري ما احدثوا من أي بعدك. طيب يعني حصلت مشاكل بعد اهو، يعني في حاجه أيوه يعني في أه نبوءه أيوه اهي يعني انه دخلوا إيه هيحصل مشاكل بالعمايل وهيحصل الأهوال اللي عملوها بعده. أي فما فيش مشكله يا جماعه ان انت تناقش الاحداث أيوه التاريخيه دي بشكل سياسي، بشكل ليه دنيوي، هو ما يعني قالش ايه هو ما مشكلة؟ قالش هو ما قالش للسيدة عائشة، ما قالش للسيدة عائشة إياك أن تكوني هي إحدى نساء كلاب الحوأب، وراح باصص لها كده وقال لها إياك أن تكوني هي، وطلعت هي في الآخر مثلا زي ما كانوا بيقولوا. طب ما هو كان عارف إنها هتخرج وتقوم وتبهدل الدنيا. مش فاهم يعني ما هذا يعني، طب يعني، طب ده احنا لما فرضا على نذكر إن كل حتى، هذه الأحاديث صحيحة يعني. ما هو احنا طيب بنتكلم على من داخل، انا مش هطول اكتر من كده عشان لو في حد نازل. شكرا يا دكتور، وحلقة جميلة، شكرا يا ابو الحكم. يعني احنا مش عاوزين نثقل على الدكتورة، لأنه نرمين أيضا داخلة وتكون مداخلة أخيرة إذا ما دخل باسل. شكرا لك سام. الآن ويانا الإعلامية المشهورة نرمين حبيبي قلبي البيش نورتين. طقاقية، تحية محبة لك حبيبي حبيبنا حبيبي أبو الحكم دكتورة مايسة. إزيك يا قمر؟ حبيبتي، ازيك انت وحشاني حبيب يا قلبي، وحشاني، عامله ايه؟ حبيبة قلبي. الله يخليك. والله تحية محبة لكل الموجودين. الجلد تستر والنت ما يقطع عندي. والله دكتورة مايسة كلامك لا يعلى عليه، ما في تعقيب، ما في أي سؤال، كلامك واضح سلس مفهوم، لكن في بعض الناس ما في دماغ، يعني إذا ترفع
جمجمتة القهوة، ما فيش، ما أريد أقول غير كلمة. المشكلة اللي هو انت عارفه المشكله كمان انه مش كلامي ده، انا بعرض الموجود، يعني هو مش كلامي، يا كلامي اي حبيبي ولا كلامي ولا ليا فيه، احنا بنعرض لهم اللي متداري، اللي حاطين عليه ملايه وغمان بس، لا نعم. اكثر ولا اقل. المشكلة انه حضرتك جاي تجيبين بالاسانيد الكتب الموجودة، يقول لك لا هاي الكتب اسرائيليات وهاي الكتب مصححة. طيب يقول لك خلاص الانجيل، طيب يلا اي مع جيبين السلامة. يعني مثلا الانجيل، لا الانجيل محرف، بس هو بالانجيل قال انه عيسى قال انه سياتي محمد من بعدي. طيب الانجيل محرف، انت تعتقد ان الانجيل محرف لكن أيوة تاخذ من عند إزاي؟ هذا الجزء. بتستند منه إزاي؟ أيوة طيب لما أنا تقول له عارفة ده، بالعكس ده أنت كده بتثبت كذب الرسالة، يعني اي كده فلا بتبقى متكذبة، فلا نعم فلما ده حاجة تقول له شغل عيال صغيرين مش فاهمة. طيب لما تقول له هذا الكلام يقول لك لا جزء صحيح وجزء شو اسمه محرف. طيب هل نبيك ورسولك الكريم صلى الله عليه وسلم بين لك من هو ما هو الصحيح وما هو المحرف بالإنجيل حتى تقول جزء وجزء مثلا مثلا يعني؟ طيب ايوه يقولون إذا طلعنا تكلمنا عن معاوية قالوا أنك شيعي متشدد أو شيعي عنصري، إذا تكلمنا عن علي قال أنت سني متشدد وأنت كاره للشيعة. طيب يا أخي، سنة طيب هذا الكلام احنا من الكتب مالتك، من الكتب تبعك احنا دا نتكلم. دكتورة مايسة ما قالت كلام من خاطرها منها، لكن هذا الكلام موجود بالكتب مالتك ما والأحداث عنديش التاريخية الموجودة بالكتب مالتك. طيب أثناء الحديث دكتورة مايسة ضربت علي الشيعة لما تقول لها أنت شيعية متشددة لأنه تتكلمين عن معاوية. طيب شيعة لا معناته هم علي، سواء وعلي معناته ماسونية، نعم سواء نعم ماسونية خدت علي وتسلم في راسي. السكة. طيب أيوة هي جاية بهاي بجد الشغلات الماسونية. نعم قال لك انك شيعية متشددة. طيب ما هي جابت علي بالسيرة وقالت انه أيوة خدت علي في قتل السكة. بسياق أيوة الكلام. أيوة لا انت يعني أيوة الكلمة اللي ما تعجبك ما تستقبل الدماغ، تدخل من هاي الاذن تروح الغير اذن. وسوري لانه دماغ انا قلت من البدايه في هوا يعني، بس العاصفه اللي بداخل دماغك الظاهر جاي تطير كلمات فما تسمعها. الكلمه اللي تعجبك تستقر يعني بذاكرتك، والكلمه اللي ما تعجبك تتعدى عليك شيء هوا. طيب قالوا انك طبعا اي واحد يتحدث بالحقيقه وخليها امامهم الشواهد التاريخيه الكتب مالتهم الموجود بالكتب، إيه انت ماسوني انت صهيوني يا عم دي طير دي طير. يعني هسه انت اذا تريد نعم تروح للاسرائيل وتحب ان تدخل وتصير بالماسونيه او تصير او حتى اليهوديه، احد يتقبلك؟ ميت العالي يضربك عمي. انتوا يعني هاي الحجج الواهيه اللي عندكم. يا ستي روح ولا يبقى زي ما يبقى. طيب هو يقول يعني هي الاوصاف بيقولها دي مثلا لازقه فينا ولا احنا، ما يقول هو جايباك يقول. انا مش بقول الحاجات دي عشان شخص واحد بس او من يقر او ما يقرش، الحاجات دي بتتعرض لمن يريد ان يبحث، لمن يريد ان يتفكر، اصحاب العقول السليمه. وعاده في كل مكان وكل زمان اصحاب العقول السليمه قله، والمستفيدين قله، والمفكرين قله، فمعروف ان اللي هيستقبل الحاجات دي او على الاقل حتى هيسكت وبعد كده يروح يفتح ويفتش، فدول القله. اما الباقيين بقى اصحاب الماسونيه واليهوديه والشيعيه والسنيه، دول خليهم بقى في بلاويهم يرفلون كده، ولا ما هيقدموا ولا انت هيأخروا قبل ولا اي يعني حاجه. انا الشخص هذا اللي ده يتكلم قبل لا تتكلم المفروض ترى انت لو كنت مسلم حق وتدافع عن اسلامك المفروض الكلمة ان احنا نقولها او الدكتورة تقولها تروح تبحث عنها تدور عنها تشوف الصحيح تشوف الخطأ بماذا اخطأت بماذا كذبت. العفو دكتورة مايسة بماذا صحيح ايوه ايوه صدقت. لا صحيح المفروض ايوه تبحث وتعالى اقول لا انتوا كدابين في الحته دي او مش مظبوطه والصح كذا كذا.
تعال يا اخويا قول لنا كده نعم وخلاص، لما على الاقل تبقى الابحاث استفدت وافدت الناس اللي سموا حاجه غلط لو كانت غلط. المفروض تبحث اذا كنت فعلا مسلم تحب تدافع عن اسلامك ومقتنع بهذا الاسلام اللي كلش يعني ما اعرف كالزجاج البلور يعني اقل خدشه بعدين نهار، ما اعرف هاي الدين هذا من دون الديانات كلها يعني دون عن كل الاديان دين الاسلام يعني هش لدرجه واحد يعني يتقزز من عندها، بحيث اقل كلمه انت تهدمين الدين، انت ما اعرف شنو. يا ابويا يا عمي هو كلام، انت اذا تقول الاسلام مالتك قوي هالقد ما قوي وصار لالاف السنين 1400 سنه وبهذه القوه وملايين الناس تتبعه، ايش دعوه العاد عليك هالشكل؟ يعني اقل كلمه تغلب الدنيا والدين ولا وديروا بالكم. ما اعرف يعني كلامكم متناقض، كلامكم جدا متناقض. هذا اللي حبيت اقوله لانه هاي الكلمات بعدين هو احنا يروح يقول لعدنان ابراهيم انت كذاب وكافر او بتجيب كلام كده، يروح يقول لاحمد بن حنبل ازاي بتقول على معاويه كده، يروح يقول للقبيسي، يروح يقول لعلماء سلف قد كده ازاي كاتبين كده وازاي بتقولوا كده على معاويه وخلاص. لكن احنا حبيبتي أنا أشكرك جدا دكتورة مايسة وشكرا جزيلا لأبو أبو الحكم لأنه خلان هاي الفرصة أنه نشارك ونسمع صوتك ونسلم عليك حبيبتي، تحية محبة لكل الموجودين ما عدا الكهي عاصم، شكرا جزيلا لكم. نرمين وباسل نورتين حبيبتي. طيب باسل الانتظار يعني لا يحلى الكلام إلا مع باسل، يعني يكون ختام مثل ما يقول مسك يعني. طبعا طبعا تحياتي حبيبي للدكتورة الرائعة، يعني الجمال والذكاء والشجاعة يعني تتحدث. تحياتي دكتورة وتحياتي لحبيبنا حكمة والأصدقاء العقلاء. كاتب الإعلامي باسل يعني لا أحب الألقاب مثل بطاطا مع لا يا عمي خليهم هم في غيهم يعمهون. تعليقي أولا طبعا وكالعادة لا يبدأ الكلام إلا بالثناء والشكر للدكتورة على كل ما تقدمه يعني مضمونا وأداء وكل شيء. الفكرة أنه المسلم وخصوصا هسه اللي شفنا النماذج هو ما بين المصدوم ما بين الخائف، هو خائف. الدين كل دين والإسلام تحديدا يجعلك تخاف، يجبرك أن تخاف، يجبرك حتى لو إنك ذكي يجب أن تتصرف كغبي. هل أنت تقبل على إلهك أن يحترمك وأنت غبي؟ لو إن هنالك إله يتحكم فيك ألن يسألك يوم الحساب المزعوم كيف والأدلة طرحتها أسماء أمامك يا جبوري يا صفاء، أدلة موثقة أنت تترك الأدلة وشعرك وودنك وماسونية وشيعية ورد على دين أم الأسئلة، شعرك ودانك ومناخيرك ووشك استحي أنت استحي تقول لي نرمين الكلام الغير مهذب، أنت فتحت الحديث اللي عندك والتبيت قرآنك نفسه عتل بعد ذلك زنيم كالحمير كالأنعام، أنت كل دينك قائم على السب والشتيمة. أنت قبل أن يعني انظر إلى نفسك قبل أن تتكلم عن العالم، شوية استحوية ولا عيب عيب. وأنتوا بالذات إذا بيكم قسم من العراق أنت اللي اسمك جبوري ما تستحي على وجهك، وداعش دخلت بيكم طول عرض رايح لي راكض ورا الشيعة، هو منو قال لك الشيعة؟ أو الشيعة هم إرهابيين حالهم حال السنة. الدين الإسلامي وديك تريد تروح شيعي توصل للميليشيات وتصير قاتل مثل حزب الله والإرهابيين، وتريد بالسنة تروح للإخوان الخرفان الإخوان المجرمين وتتحول إلى داعش. أنتوا ما تستحون؟ تريد تؤمن؟ أؤمن.
بس انت شويه حكم عقلك وضميرك، كون ادم، كون ادمي. انت نشوفك عمر، عمر خالف القران وسوى امور لم يفعلها ابو بكر ولا محمد، اوقف حدود الله. ولا انا غلطان دكتوره؟ انا ما افهم كثير بالدين لاني لم اكن مسلما يوما، جربت 14 يوم في حياتي في سنة 2000، جربت الإسلام 14 يوم وانخفض عندي مستوى الذكاء، وكان يعني دخلت في مرحلة غباء تهدد الحياة حقيقة 14 يوم. الفكرة وما بيها، أنتوا يا جماعة، أنت روح ابحث شوف تتكلم الدكتورة صح أم خطأ، اكتشفت في خطأ تعال هنا بحلقة قول يا جماعة يا أبو الحكم عطيني الرابط أطلع معاك أفند ما قالته الدكتورة مايسة. بس أنت ماسونية شيعية شعرك متعة، عيب عيب يعني. أنت ما تشعر بروحك؟ ما تشعر بروحك؟ يعني أنت ما تستحي العالم يقرون كلامك؟ أنت بمجرد الدين يجعل منك إنسان بليد؟ يعني في بعد إذن anyway. بعد إذنك بعد إذنك يا أستاذ، بعد إذنك يا أستاذ باسل، في مثل مصري، في مثل مصري عندنا بيقول إن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. وفعلا دول عقول فارغة للأسف، العيب بالنسبة لهم شيء عادي جدا، التلفظ على امرأة أو حتى التعليق في شيء غير الموضوع أو العلم أو الحوار أخدين عليه، هم انتهكت أعراضهم فيريدون أن يداووا ذلك بأن يهيئ لهم أن ينتهكوا أو يسبوا الذي قدامهم، وده نتيجة انتهاك أعراضهم على مدى سنين ومدى أيام طويلة، فبيعوضوها بعنترية على الهوى. هو ده التفسير الوحيد حتى كطبيب نفس. لا أكثر ولا. لا دكتورة في تفسير إضافي لو تسمحي لي أضيف. لا لا، عندهم طريقة يتبعوها جميعهم شيعة وسنة. تفضل. أنا أهاجمك، أنا أهاجمك كي أرعبك فتتوقفي. المسلم كل هدفه الحقيقة لا تساوي لا يعني جناح بعوضة. الحقيقة لا تساوي شيء عند المؤمن، لا يهم الحقيقة. تقول له الحقيقة، الحقيقة أم الحقيقة الكذب أم الكذبة المريحة، يقول لك لا خليني في الكذب أنا مرتاح. لا قيمة للحقيقة عند المؤمنين، كل المؤمنين حتى المسيحي، كل مؤمن لا قيمة للحقيقة. أهم شيء أنه يظل بالكومفورت زون، في منطقة الأمان النفسي. فماذا يفعل؟ يهاجم باسل كي يرهبه، فيتخيل أنه عندما يشتمني ويشخص معي سوف أخاف وأراعي كذبته وخرافته السخيفة. هذا الشيء راح زمانه، راحت هذه الأيام، راح هذه الأيام. الآن المعلومات والبيانات موجودة، تخرج دكتورة مايسة تقرأ لك من الكتاب أو تشير لك إلى، وممكن لا حاليا حتى الزمن بدأ يمضي على فكرة أعطيك مصادر. أنا لا أعطيك مصادر، أقول لك هكذا فعل عمر أو عثمان، أحرق ما سواه من المصاحف، اختار مصحف واحد. لماذا؟ وروح دور خطأ. بتأكد زر دور. أيوة. طيب المصاحف اللي أحرقها كانت كذب. طيب ما هو دولة نفسهم اللي كتبوا المصاحف المحروقة، نفسهم اللي نقلوا الأحاديث، ولا أنا غلطان؟ طيب هم بأيام النبي يزورون في القرآن. نعم. وفي الآيات، فأحرقها عثمان، ولا في كلام ثاني؟ أحرق ما سواه من المصاحف. طيب إذا الكلام مش دقيق على أيام محمد في قرآنكم المجموع، طيب ماذا عن الأحاديث؟ نفس الآلية، أنتوا نفسكم ما تعرفوا تجهلون. الدكتورة تعطيك معلومات ببلاش، هاي المعلومات لها قيمة في العالم، لها قيمة مادية، تعطيك معلومات ببلاش كي تعرف وتنور في الحقيقة. أنت ماذا تفعل؟ بدل أن تقول لها دكتورة شكرا، أو على الأقل تصمت وتحترم نفسك وتصمت وتتأكد، تصير تهاجمها لأنك مصدوم وجبان. Anyway أنا أكتفي دكتورة. I love you so much. You are super amazing. You are amazing. Okay. I love you so much. شكرا جزيلا.
تحياتي، واتمنى لك الصحه، اتمنى لك الصحه والشفاء العاجل. تحياتي للبنات والصحه لعموري حبيبنا. امين. يقولها الشيعيه، وهي ابنها الوحيد اسمه عمر، يقول عليها الشيعيه الغبي. يلا شكرا، باي باي. شكرا، خوش ملاحظة باسل، خوش ملاحظة. شكرا لك حبيبي باسل المشاركة، وأشكر أيضا نرمين وسامي أيضا اللي شاركونا بالحلقة. إحنا مش عاوزين تقل عليك، نوعد المشاهدين أنه نأخذ صحابة آخرين. أنا أفضل المرة نستلم صحابي شيعي حتى نروقهم كلهم يعني. في حد كان كتب تعليق ان هو عايز حاجه عن اهل البيت اللي هم اهل الكساء. اوكي، لو أيوة. الفاضل استاذ حكمه ابو الحكم يحدد لنا حلقه اتكلم لكم عن اهل البيت اهل الكساء، شيء يشرفني. طيب هننسق مع بعض اكيد يعني. وين حسيبك؟ خلاص مش حسيبك ولا بالطفل البلدي. طيب شكرا جزيلا. خلاص عرفنا طريقك وخلاص، ما انت اسرتي عندنا خلاص يعني. طيب دكتوره، عندك كلمه تسميه عاوزه تقوليها؟ لا، حقيقي أنا بحييكم كلكم، وبشكر جدا جدا اللي جالهم صبر إن هم يسمعونا ويقعدوا معنا الفترة دي ويتفهموا الكلام ويحاولوا يدوروا عليه إذا كان صح ولا لأ، وبشكر أكتر اللي حاولوا يسبونا ويسفهوا أفكار، وبقول لهم يا ريت تثبت الكلام اللي أنا بقوله غلط، أو إن كل الكتب اللي قلتها دي مش موجودة أو المصادر دي مش موجودة، وتيجي تقول لي على الأقل هتبقى خدت ثواب فيها ونورت لي لمعلومة غلط أنا كنت مفكرها موجودة، وإن الكتب دي ممكن تنكرها، وإن الكتب دي ما تعترفش بيها سواء ابن ماجة أو أحاديث مسلم أو حتى البخاري أو كل الأقوال والعلماء اللي إحنا قلنا عليهم كلمة أحمد حنبل، حلقات وسلسلة متكامل عملها عدنان إبراهيم، وتيجي تقول لنا وجهة نظرك. أما بالنسبة لشعري ووشي ومناخيري وبقي والحاجات دي كلها، فدي لها ناسها اللي بيختصوا بيها أو حتى بلهاش، ما أعتقدش دي تشغل بال للدرجات. تحياتي لكم كلكم، تحياتي الأستاذ باسل، هذا الرجل أنا أعشق فكره وأحبه جدا، سام حبيب قلبي، سام جونيور المثقف التاريخي، حبيبة قلبي نرمين الجميلة بكل أحوالها، وتحياتي الأستاذ أبو الحكم، وتحياتي لكل الحاضرين، وأسفة لو كنت طبعا ما أقدرش أسرد أساميكم كلكم، وأسفة جدا أن أنا فعلا فعلا أنا تعبانة النهاردة شوية. يلا مع السلامة. شكرا، شكرا جزيلا دكتورة، صراحة أنا استمتعت بالحلقة، معلوماتك غزيرة، وأعترف أمام الجميع عندك معلومات أكثر مني بكثير جدا يعني. نورتنا اليوم الدكتورة ميسة بحلقتها الرائعة عن معاوية بن أبي سفيان. نوعدكم أيضا بحلقات عن صحابة آخرين، شيعة سنة ما تفرقوا يعني، يهود مسيحيين، احنا كلنا عندنا سوا يعني، عاملين حلقات على الكل، فما عندكم اي تهمة. اي واحد عنده اي تهمة يراقب قناتنا ويشوف حلقات اللي عاملينها على الجميع. احنا ما عندنا، كله في الالحاد عندنا سواء يعني، احنا نناقش الفكر، اي فكر ديني خرافة، اي فكر ديني خرافة عندنا، مهما يكون 5000 دين 5000 خرافة، كلها خرافات عندنا. طوائف متفرعة من الأديان كلها خرافات، فإحنا نحارب الخرافات. التهم جاهزة، ماسوني، مسيحي، شيعي، سني، يهودي، صهيوني، يدفعوا لك المخابرات. فايت شبعنا من هذه الألفاظ وهذه الاتهامات، ومثل ما يقول قافلة تسير يعني مهما تكلمتوا. أشكر الجميع، وأكيد الأيام القادمة عندنا حلقات أخرى مع الدكتورة ميسة.
أو حلقات أخرى نتكلم فيها عن قضية أسماء والعربيد أحمد بطاطا، أكيد إحنا مناسينه. أسماء المظلومة لازم يجي حقها، بس نحاول ننوع مرة هكذا ومرة هكذا، ورح نتكلم عن كل المواضيع. ما تتصورون ان احنا ناسين مسألة أسماء نهائيا، ما ناسينها، لانه الضغط علينا من اهلها في الفترة الأخيرة انه نقلل من الكلام او شيء، لكن احنا نوعدكم ما نتكلم الا بالخير عنها، وندور على حقها ونشوف اختفائها وين صار. يعني انا مش عاوز اقول لكم الطرق اللي انا متبعها للوصول الى الاسماء، مع الاسف دائما اوقع في حائط صد من قبل الجرائد، اشياء مش عاوز اشرح لكم تفاصيل، انه احاول مكان يعطوني وعد وما في، كانه ينزل عليهم سهم الله مثل ما يقول، يعني بس يجي سيره اسماء. فالطرق كثيره نحاول، مع الاسف ما جاي نوصل الى شيء، لكنهم ما راح نسكت، يعني حتى لو سكتنا كم يوم نرجع نتكلم في هذا الموضوع، يعني راح نحاول يعني مثل ما يقول النوع، مرات حلقات هكذا ومرات حلقات عادية. لازم نستمر أيضا بحلقاتنا العادية التنويرية، شو تسموها سموها. أشكر الجميع أنا شفت الحلقة جميلة ورائعة بامتياز بحضور الدكتورة ميسة، أشكر الشكر الجزيل، أشكركم جميعا، وأتمنى لكم ليلة سعيدة وتصبحون على الف خير.